احنا محتاجين نبدأ من الاسكراتش probably. التوبكس اللي will be covered ان شاء الله definition of epidemiology, epidemiologic functions و application, descriptive and analytic epidemiology, epidemiologic approach, types of epidemiologic studies, measures of disease occurrence, measures of association, how epidemiology is used in the infection control area. So let's start with the what is epidemiology, a definition of the epidemiology. First of all, الديفينيشن مختلف من 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 كتاب لكتاب, يعني ما في fixed definition, but the most widely accepted definition اللي هو the study of distribution and determinants of health related states or events in a specific population and application of that study in the control of health problems. لو مسكنا الديفينيشن ده وحاولنا نشوف الأجزاء تبعه هنلاقي هو بيقول study of distribution and determinants. يعني ايه distribution ويعني ايه determinants؟ distribution اللي هو ال level بتاع ال disease, ال frequency, ال incidence, ال prevalence, ال surveillance, how much I have infection مثلا, for example, this is the distribution. Determinants is a word that characterize the population. يعني لو عندي مثلا patients في ICU عاوزين نعرف المكان بتاعهم, نوعية البيشنت, هل هم ICU patient ولا transplant patients ولا hematology patients, and the time, لأنه طبعا كل الستاديز تبعنا لها علاقة when this happened. يعني معظم الايفنتس اللي بتحصل في الميديكال ساينس is time related. يعني مثلا لما نقول البريدكتورز اوف مورتاليتي, يعني أسباب الوفاة, طبعا من ناحية إن الوفاة هتحصل هتحصل في جميع الناس, لكن إمتى تحصل هي دي القصة. يعني أما نقول إنه إكس prevention measure مثلاً بي reduce المورتاليتي by 20%, معناها إنه بيأخر المورتاليتي. يبقى الفكرة إن المورتاليتي مش هتحصل, لا هتحصل بس later on. فعندنا time والplace والperson دي اسمه characteristic. اتفضلوا. ألو, في سؤال؟ ياريت كله ميوت الـ عنده على أساس إنه إحنا ما يحصلش نويز. يعني لو في question you can stop me, أو لو الكوردينيتور شايف إنه ممكن نخلي الأسئلة كلها في الآخر أنا ما عندي مشكلة زي ما أنتوا شايفين. يعني دكتور, أنت تبغى أسئلة يرسلوا لك الشات؟ أنا المشكلة في الشات إنه بيظهر عندي ويختفي بسرعة, فما بلحق إنه هو. طب إيش تفضل دكتور؟ سلايد إنه السؤال إنه بس لو في سؤال, يعني burning question, يفضل اللي عاوز يسأل على طول right away, يعني مش عندي مشكلة. طيب وبرضه هنعطي لهم فرصة إنه في الآخر اللي عاوز يسأل مش مشكلة. احنا لو بصيتوا هنا مش بنستدي بس الديزيز, بنستدي الهيلث عموما والديفيشن فروم هيلث اللي هي ديزيز. فالهيلث على معكس كثير من الناس يعني بيعتقدوا, الهيلث is a complete state of physical, mental, social well-being. يعني لو في stress, لو في depression, لو في physical disease, كل دي كلها against الهيلث. ف لو انت شايف ان الديفينيشن ده صعب, بس بتبسيط كبير, يعني الابديميولوجي بيدور على الليفل اوف ذا ديزيز اند ذا ريسك فاكتورز تو يوز ذس انفورميشن ان ذا بريفنشن. فهو الليفل اوف ذا ديزيز بيسميه ديستريبيوشن, والريسك فاكتورز او الديتيرمينانتس اللي هي الكاركترستيك اوف ذا بوبوليشن انكلودينج بيرسون تايم بليس اند اذر كاركترستيك زي الريسك فاكتورز, والهيلث بروبلم هل هو عنده الايفنت اللي انت بتدور عليه ولا لا. وبناء على المعلومات اللي هتاخدها من الثلاث حاجات دول هتعمل بريفنشن بروجرام. ولذلك الابديميولوجي از فيري روتد في الانفكشن كنترول, فهنعرف الكلام ده ليتر اون ان شاء الله. طيب ايه الابلكيشنز اللي ممكن نستخدم فيها الابديميولوجي؟
to determine the burden of the disease عشان اقدر اعرف انه ال healthcare associated infection is high in ICU ولا ward ولا whatever hospital. يبقى دي اسمه determine the burden of the disease. اقدر اعرف ال prevalence, ال incidence. طبعا كلمة burden في الابديميولوجي احنا بنستخدمها لما تكون prevalence, وrisk بنستخدمها لما تكون incidence. The study of natural history of the and prognosis of the disease. يعني انك تعرف the natural history of the disease. طبعا بعض الناس يتساءل يعني كل الناس عارفة the natural history of the disease. لا, في عندنا emerging infection. اشهر مثال اللي هو في اخر سنتين ثلاثة اللي هو الكوفيد, وكان من قبله المرس كوف. ما كنا نعرف the natural history of the disease. طب وهنعمل ايه بالابديميولوجي لما الابديميولوجي ممكن يحدد لك the incubation period, الإبيديميك كيرف, how diseases spread in the community, so you can determine your preventive measures. To identify disease risk factors and to determine their relative importance. Risk factors اللي هو لو عاوزين نعرف مثلا انه ال UTI urinary tract infection, the risk factor is female gender. لو عاوزين نعرف for example انه ال HAI اللي هو الهيلث كير اسوشيتد انفكشن, الريسك فاكتورز الاساسي اللي هو اللي ستاي ان هوسبيتال او ستاي ان اي سي يو او لونج هوسبيتاليزيشن او اميون ديفيشنسي, اميونوسبريسنت ميديكيشن, كوموربيديتي. ذيس ار ذا ريسك فاكتورز. سو وي دو ستاديز تو اندرستاند وات ار ذا ريسك فاكتورز فور. To evaluate both existing and new preventing prevention and therapeutic measures and modes of healthcare delivery. لما بنعمل أي preventive measure في infection control أو في الأريا بتاعت الإبديميولوجي, have to examine this. يعني for example, لو احنا عندنا VAB اللي هو Ventilator Associated Pneumonia, واحد من ضمن الميجرز اللي بدل التيوب البلاستيك يستخدم تيوب كبر علشان تقلل السكريشنز اللي بي 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 stick to the for ما في صوت يا دكتور. النيومونيا او الفاب مقابل للهاي كوست اللي حصل نتيجة استخدام نوع كبر مثلا. فنفس الكلام لو انا مثلا so this central line could be very costly. So do we, if we use it, how much it will reduce the infection rate. ممكن واحد فيكم يسأل يقول يا دكتور طب ما هو قبل ما يبيعوا ال central line اللي هو impregnated في antimicrobials probably they tested this in other patients. No, because in epidemiology whatever applicable in one population does not mean it's applicable in another population. They tested this in another population. What in our population? Is this measures will work? هو ده الكويشن اللي المفروض answered by epidemiologic study done in your population. The next item or application of epidemiology is to provide foundation for developing public policy and regulatory decision related to environmental problems. النتائج بتاع السيرفيلنس, النتائج بتاعة الستاديز اللي بنعملها هي اللي في الآخر بتبقى regulatory measures. على سبيل المثال في السعودية مثال شهير إنه لما لما في antimicrobial resistance بتعلى جدا, خدوا قرار انه او خدنا قرار يعني لما كنا في الكوميتيز بتاعه الانتي مايكروبيال ريزيستنس قالوا انه
ما عادش في بريسكريبشن اوف انتي بايوتكس من الفارماسي الا لما يكون في دكتور بريسكريبشن اوف انتي بايوتكس علشان نقلل المس يوز اوف انتي بايوتكس. فهو ده نتيجه الابديميولوجيك ستاديز اللي هو قالت انه لو احنا قللنا المس يوز بتاع الانتي مايكروبيال بروبابلي وي ويل ا ليتل بيت كنترول الليفل بتاع الانتي مايكروبيال ريزيستنس. فهو اذا النتائج اللي بتظهر في الابديميولوجيك ستاديز سبيشالي لو لارج ابديميولوجيك ستاديز او ريبيتد يعني اوتكم اوف ديفرنت ابديميولوجيك ستاديز في النهايه ده بيتحول الى ريجولاتوري ديسيجن to conduct surveillance of disease and injury occurrence in the population. وطبعا اصلا الكورس ده عن السيرفيلانس, فالسيرفيلانس قائم على المبادئ بتاعت الابديميولوجي. السيرفيلانس يستخدم نفس المبادئ بتاع الابديميولوجي في finding the disease. طب ايه معنى السيرفيلانس؟ السيرفيلانس معناها ان استخدم نفس الداتا كوليكشن شيت او الداتا كوليكشن تول continuously in finding the disease, يعني بستخدمه كل يوم لغاية اخر الشهر علشان اشوف كم حالة ظهرت في الاي سي يو, كم حالة عندها central line associated bloodstream infection في الوارد او في الاي سي يو. الكلام ده بفضل كل يوم اعمل تشيك للكلابسي فورم كلابسي او البيشنتس اللي عندهم central line لغاية ما الاقي كلابسي وريكوردت في الداتا كوليكشن شيت. فالسيرفيلانس يختلف عن السيرفي ويختلف عن المونيتورينج, هو مش موضوعنا الوقت يعني, بس السيرفيلانس له ميكانيزم معين قائم برضو على مبادئ الابديميولوجي. To investigate an outbreak, again this is the second part of the or the first part, ان هم انتوا عندكم two part, السيرفيلانس والاوتبريك, الاثنين من الابليكيشنز اللي بتستخدم في الابديميولوجي, وده هيوضح مع الوقت يعني. انا دي مقدمه يا جماعه, ف حتى لو في بعض الكلام غير مفهوم إن شاء الله هيوضح في الأجزاء القادمة إن شاء الله. في نوعين من الإبديميولوجي, يعني كثيرا ما نسمع كلمة descriptive epidemiology or analytic epidemiology. طب هو إيه الفرق بين descriptive والanalytic epidemiology and why this differentiation is there؟ بالنسبة للdescriptive epidemiology من اسمها اللي هي describe the basic disease data, يعني مثلا لو بنعمل surveillance أو بنعمل study على the urinary tract infection عاوزين نعرف the age, the gender, the occupation, the type of ICU, type of patient, comorbidity, النسب بتاع كل هذه الأشياء اسمه descriptive epidemiology. فالديسكريبتيف ابيديميولوجي لا غنى عنه في وصف اي سيرفيلانس او اي ستدي, ولذلك تيبل 1 دايما في كل البابليكيشن, تيبل 1 ديت هتلاقيها بنسبه يعني 95% هتلاقي تيبل 1 دي عباره عن ديسكريبتيف ابيديميولوجي ديسكرايب البوبيليشن. طيب واي اي شود ديسكرايب ماي بوبيليشن؟ لانه لو انا طلعت ريزلت في اتجاه معين او اتجاه اخر الناس هتسأل ليه الريزلت دي مختلفة, لأن البوبوليشن مختلف. ما هو لو أنا عندي old age هتوقع المورتاليتي أعلى, لو عندي young age هتوقع المورتاليتي أقل, لو عندي ICU patients هتوقع الـ HAI أكتر. فيبقى الـ description of the population هو اللي هيفهمني النتائج بتاع الاستدي. النوع الثاني من الإبديميولوجي اسمه analytic epidemiology. Analytic epidemiology اللي هو بيتست الهايبوثيسز. يعني ايه تست هايبوثيسز؟ يعني هل الفيميل جندر از ا ريسك فاكتور فور يو تي اي؟ ذس از هايبوثيسز او كويشن, يعني انت ممكن تعملها هايبوثيسز, انا قلتها بطريقه كويشن, لكن الهايبوثيسز اللي هي زي تقول ايه, تقول urinary tract infection is associated or is higher in gender in female gender or is associated with gender. دي اسمها hypothesis. I have to test it for the study. I have to prove it or disprove it. Prove it لما أقول إن the rate of UTI طلع أعلى في الفيميل عن الميل, أو
بيسبروف ات لما اقول لا لا ده اليو تي اي طلع الريت في الميل زي الفيميل ما في فرق. فده اسمه تيستينج ذا هايبوثيسز. طبعا عشان اعمل تيستينج ذا هايبوثيسز لازم استخدم بقى الاحصاء. انتوا اكيد بتسمعوا عن كلمه زي البي فاليو، الكاي سكوير، التي تيست، الفيشر اكزاكت، المان وايتني، دي كلها تيستات في الاحصاء بنستخدمها تو تيست ذا هايبوثيسز. تو تيست ذا هايبوثيسز من ناحيه الاحصائيه statistical point of view بنشوف هل الاسوشيشن ده از valid ولا جاست باي تشانس. فهو ده اسم الاناليتيك ابديميولوجي. يبقى الاثنين بصراحه الديسكريبتيف والاناليتيك ابديميولوجي بيكملوا بعض. يعني انا فعلا لازم اعرف الاول ديسكريبشن اوف ماي بوبوليشن، بعد كده اسال على الريسك فاكتورز والاسوشيشنز وتست الكلام ده احصائيا فيبان لي انه هي فعلا ريسك فاكتور ولا لا. في حاجه بنسميها ابديميولوجيك ابروتش، يعني ازاي الابديميولوجيست بيشتغل، ازاي بيفكر لما يكون عندنا هيلث بروبلم، هاو وي ابروتش ذس هيلث بروبلم. فاول حاجه في الابروتش هو الاوبزرفيشن. يعني الابديميولوجيست لو انت بتتكلم على الابديميولوجيست صفه معينه في الابديميولوجيست، اهم صفه انه هو جود اوبزرفر. فاول حاجه انه تشوف الاوبزرفيشن. احنا عاملين لكم هنا مثال توضيحي للناس اللي شغالين في الانفكشن كنترول ممكن يفهموا الكلام ده اكتر، اللي هو central line inserted in femoral frequently end with collapse. يعني لاحظنا ان لما يكون central line متركب في الفيمورال vein بيكون rate of infection اللي هو بالكلابسي او central line associated with the same infection بتبقى اعلى عن ما يكون متركب في الجاجولار vein اللي في الرقبة. اوكي فطيب يبقى حطها my hypothesis. ال hypothesis تبقى femoral location is more risky than subclavian أو internal jugular sorry external jugular. دول two veins موجودين في النك. فهل يبقى ال question هل ال femoral more risky عن النك veins زي subclavians زي subclavian؟ نقوم نعمل study surveillance study ونشوف الريت الكلابسي في الناس اللي عندهم السنترال لاين في الفيمورال او الناس اللي عندهم سنترال لاين في السبكليفين ونشوف الريت. هنلاقي ان الريت في الفيمورال 5.2 per 1000 سنترال لاين دايز، بينما في السبكليفين 3.1 اقل شويه من فعلا الديسكريبتيف ابيديميولوجي بيؤكد نفس اللي احنا لاحظناه في الاوبزرفيشن. نقوم نشتغل على اناليتيك ابيديميولوجي نشوف هل الكلام ده ينطبق على الأدلتس والبيدياتريك ولا الأدلتس بس ولا البيدياتريك بس ولا الاثنين معا؟ هل ده له علاقة باللينث اوف ستاي، يعني البيشنت ستايد لونجر ولا شورتر؟ نقعد نشوف بقى كل الهايبوثيسز الريسك فاكتور ونعمل لها تيستينج. فهنا وجدنا انه في البيدياتريك ما في فرق بينما في الادلتس في فرق. يعني الفيمورال اعلى من السبكليفيان بس في الادلت، ما هو في الادلت والبيدياتريك. في البيدياتريك ما فرق كتير، الاثنين متشابهين. طيب الاوبزرفيشن الاولانيه خالص اللي انا كنت بدات بها انه الفيمورال از ريسكي now has to be refined. يعني لازم ارجع تاني اعدل الهايبوثيسز بتاعتي. انا كنت بقول ريسكي، المفروض اكمل العباره دي واقول risky in adults not risky in pediatrics. بعد ما عملت الاستدي الديسكريبتيف والاناليتيك بقى واضح بالنسبه لي هي ريسكي صحيح لكن مش ريسكي في كل الناس، في الادلتس بس. اكسبيرمنتال ابيديميولوجي اللي احنا نعمل راندومايزد ترايل في الادلتس والبيدياتريك وتشوف الديفرنسز. بس طبعا يعني الجزء بتاع الاكسبيرمنتال ده unethical right now. ليه؟ لان احنا كلنا الوقت فاهمين انه السبكليفيان افضل من الفيمورال، في فما ينفع ابقى انا متاكد من معلومه وارجع تستت ان اكسبيرمنتال. ده ايثيكالي ان اكسبتابل، يعني ما ينفع اعرض البيشنت للهارم بس بمجرد ان انا عاوز اعمل ستدي. لو المعلومه ما هيش واضحه بالنسبه لي يبقى اكسبيرمنتال ابيديميولوجي كان زمان في الموضوع ده تبقى فاين.
لكن الوقت ما تبقى فاين، لان احنا اوريدي اتاكدنا من اذر ريسيرش انه السب. بعد ما تبقى المعلومه دي واضحه وبقت كلير وقررت في اكثر من ستدي، يبدا ال ده اسمه جايد لاين. بعدين ليتر اون نيفالويت هل فعلا لما طبقنا الجايد لاين ديت الريت اوف كلابسي قل في اليونتس عندنا ولا لا. في اليونت لغايه ما بقت جايد لاين الناس بتستخدمه في كل مكان. فاي هوب انه لو انتوا اتفضلي اتفضلي. في مشكله في الصوت، انت تتكلم ويفصل عندنا. ما ادري يمكن مشكله من عندك. لا حتى احنا نفس المشكله في المواساه، الصوت يقطع ما نسمع. بالنسبة لنا احنا ما عندي صوت يقطع. انتوا فاتحين على بروجيكتر ولا لا؟ باللابتوب. احنا تمام عندنا صوت. ايوه، في اذا عند في المراكز، يعني المراكز تشتكي التقطع عندها يعني مشكلة. تفضل دكتور ايمن. نيكست سلايد اللي هو الاكسبوجر والاوتكم. واحده من اهم الاشياء اللي احنا محتاجينكم تتاكدوا منها ان انتوا فاهمينها ايه الفرق بين الاكسبوجر والاوتكم في اي ستدي، في اي سيرفيلنس بتشتغل فيه. لازم السؤال ده اول سؤال تساله لنفسك، وات از ذا اكسبوجر وات از ذا اوتكم. الاكسبوجر له معنى تاني اللي هو الريسك فاكتورز، والاوتكم له معنى تاني اللي هو الايفنت. فالاكسبوجر هو الكونتاكت او الكلوز بروكسيميتي تو باثوجين، كيميكال، سوشيال، انفايرمنتال اور اذر ريسك فاكتورز. فاي كوز للديزيز بنسميه اكسبوجر، اي كوز للديزيز هنسميه اكسبوجر، اي ريسك فاكتور للديزيز هنسميه اكسبوجر. بينما اون ذا اذر هاند الديزيز اتسلف هنسميه اوتكم. يعني وجود النيومونيا از اوتكم، وجود الديث از اوتكم، وجود الموربيديتي المورتاليتي whatever is outcome. ودي امثله للاكسبوجر والاوتكم. عندنا مثلا الهيباتيتس بي، مع انه انفكشن الا انه ريسك فاكتور لديزيز تاني اسمه ليفر سيروزز. الهاند هايجين ده براكتس بس مش ريسك فاكتور، بقى هنسميها بريفنتيف فاكتور. ما هو الريسك فاكتور لو هو بيضر يبقى اسمه سميه ريسك فاكتور، لكن لو الريسك فاكتور ده بيحمي بنسميه preventive factor او يعني risk factor مجازا في الـ statistics، لكن هو in reality is prevention. فالهاند هايجين prevention للـ HAI، فممكن نقول ان الهاند هايجين is a preventive factor for HAI. او risk factor للـ lack of HAI، بس طبعا شكلها مش طبيعي يعني تركيبة الجملة. يعني flu vaccine و seasonal flu. الفلو فاكسين زي ما قلنا انه اللي بياخد فاكسين بيقل الديزيز اللي هو الفلو. فاذا الفلو فاكسين از اكسبوجر compared to outcome اللي هو الفلو. الاي سي يو ستاي والمورتاليتي، the more اي سي يو ستاي the more risk of mortality. فيبقى الاي سي يو ستاي هو الاكسبوجر والمورتاليتي هي الاوتكم. ف التركيبة الاكسبوجر والاوتكم ان الاكسبوجر يوجوالي هو الكوز والاوتكم يوجوالي هو النتيجة او الايفنت. فلازم تسأل نفسك كل مرة تشوف ستدي او سيرفيلنس، ايه الاكسبوجر وايه الاوتكم، ايه الكوز وايه النتيجة، ايه الريسك فاكتور وايه الديزيز، ايه الريسك فاكتور وايه الاوتكم. هي نفسها كلها نفس المعاني. يعني before we go to the next big area في المحاضرة دي، في حد عنده سؤال في اللي فات؟ أه
اوكي هنكمل ماشي. واضح انه علشان نقدر نحقق الابليكيشنز اوف ابديميولوجي والديفينيشن اوف ابديميولوجي ويبقى عندنا ديسكريبتيف واناليتيك ابديميولوجي زي ما اتكلمنا من شويه، لازم نعمل حاجه اسمها ابديميولوجيك ستاديز، يعني لازم نعمل ريسيرش علشان نعرف نجاوب الاسئله بتاعت الديسكريبتيف ابديميولوجي والاناليتيك ابديميولوجي والسيرفيلانس. كل حاجه ده لازم نعمل ستادي. السؤال انهي ستادي؟ هل في نوع معين؟ هل في انواع ستادي؟ ايوه الاجابه انه عندنا انواع كثيره من الستادي، كل واحده مخصصه لسؤال معين. فاحنا لو رجعنا لفكره الاكسبوجر والاوتكم، نسال نفسنا هل احنا عارفين، هل احنا اساين الاكسبوجر؟ يعني ايه اساين الاكسبوجر؟ يعني احنا اللي بنحدد الاكسبوجر ولا الاكسبوجر بيحصل لوحده؟ اساين الاكسبوجر يعني انا بتحكم في الاكسبوجر، لكن natural exposure اللي هو الاكسبوجر الطبيعي اللي بيحصل من غير تحكم. فلو انت you assign the exposure بقت الستادي experimental. يعني ايه assign exposure؟ يعني اعطي vaccine واشوف الديزيز قل ولا لا، اعطي medication واشوف الديزيز قل ولا لا، اعطي اعمل surgery واشوف المورتاليتي قلت ولا لا، وهكذا. فدي اسمها experimental study، وغالبا النوع اللي بنعمله اللي هو randomized، لكن في كمان not randomized وهنجيب الكلام ده later on يعني. طيب لو الاكسبوجر natural، natural يعني ما بتحكم في الاكسبوجر، الاكسبوجر الطبيعي اللي هو الايج والجندر والسوشيو ايكونوميك ستيتس والسموكينج والاكسرسايز والدرينكينج الكهول، دي كلها اسمها اكسبوجر. طيب لو هي دي الطبيعي، ده مش الطبيعي يعني without controlling from myself، يبقى اسمها observational study، يعني دراسة فيها ملاحظة للبيشن، observational study. نسأل نفسنا سؤال تاني، هل في comparison group؟ يعني هنقارن ناس عندهم الديزيز وناس ما عندهمش الديزيز. لو yes يبقى هنستخدم either cross-sectional study, case control study, cohort study، ثلاث انواع. لو نو مفيش ديسكريبتيف، مفيش كومباريزون جروب، هتبقى جاست ديسكريبتيف ابديميولوجي، ما في يعني ستدي معينه، جاست ديسكريبشن اوف ذا بيشنت. طيب بالنسبه للثلاثه ستديز اللي هم موجودين تحت دول، انه كيس كنترول ستدي والكوهورت ستدي والكروس سكشنال ستدي، الثلاثه بيختلفوا على توقيت الاكسبوجر والاوتكم. لو الاكسبوجر والاوتكم ار ديتكتد اون ذا سيم تايم، تبقى النوع اللي على اليمين كروس سكشنال، يعني اللي سموكينج والنيومونيا. بسال البوبيليشن ار يو سموكر، دو يو هاف نيومونيا او ديد يو جيت نيومونيا وير نيومونيا دايجنوز سمثينج لايك ذات. يعني بما ان الكويشنز عن الاكسبوجر والاوتكم في نفس الاستدي في نفس التوقيت واسمها cross sectional study. طيب لو الexposure يسبق الoutcome، يعني بسأل الناس وهم ما عندهمش pneumonia، I'm sure ان هم they don't have pneumonia right now، بسألهم are you smoker؟ فيقول لي yes or no، ده اسمه الexposure، وانتظر لغاية ما يحدث الoutcome، بعد سنتين اشوف هل بيجي له pneumonia اكتر ولا اقل من الناس الباقيين. طيب اذا بحدد الاكسبوجر ناو ان اوتكم ان ذا فيوتشر، اسمها كوهورت ستدي. طيب لو انا عندي شخص عنده نيومونيا الان ومجموعه تانية ما عندهاش نيومونيا، واسالهم وير يو سموكر، يعني انت كنت بتدخن قبل كده؟ لو عندي الاوتكم جاهز الان ولكن الاكسبوجر بسال عليه في الماضي حاجه حدثت سابقا، تبقى اسمها كيس كنترول ستدي. طبعا الناس اللي هي ما عندهاش فكرة عن الستاديز وكده، ممكن يكون الكلام بتاعي confusing right now، بس دي مقدمة لأنه هنتكلم على كل واحدة بالتفصيل أكتر، وأكيد هيبقى يعني الموضوع محتاج repetition طبعا، يعني ما في واحد هيعرف الكلام ده just from one time، يعني على قد ما نقدر إن شاء الله. فدي نفس فكرة اللي هي المجموعة أو الكلاسيفيكيشن بتاع الستاديز، بنحطها في descriptive وanalytic، والdescriptive
الاناليتيك بيتم الديفيجن الى اوبزرفيشنال وانترفينشن. الانترفينشن اللي هي اكسبيرمنتال اسمها كلينيكال ترايل. الكوهورت الاوبزرفيشنال هيبقى الكوهورت والكيس كنترول واذر ستاديز لها علاقه بالكوهورت ستادي زي الكيس كنترول امبيدد ويذن ذا كوهورت ستادي. بس مش هناخد التفاصيل دي كلها. الديسكريبتيف الشهير فيها هي الكروس سكشن ستادي والايكولوجيك ستادي، وهنشوف الانواع المهمه بالنسبه لنا في النكست سلايد ان شاء الله. يبقى أول حاجة هنشوف اللي هو descriptive اللي هو usually بنعملها. لو لاحظته تاني هنا كان في description. ال descriptive studies ديت في الغالب to generate the hypothesis. فأول نوع من اللي احنا هنتكلم عليه اللي هو cross-sectional study. من اسمها كده cross-sectional study يعني كأني باخد قطاع عرضي في ال population. زي ما قلت لكم من شوية أنا بسأل سؤالين، سؤال عن السموكينج وسؤال عن الديزيز اللي هو نيمونيا أو كانسر أو لون كانسر. فالاثنين بسألهم في نفس التوقيت، فده اسمه كروس سكشنال ستدي. الكروس سكشنال ستدي لما نعملها بما أننا بنسأل سؤالين، إحنا بنسأل سؤالين، سؤال عن الديزيز وسؤال عن الإكسبوجر. طبعا هو انا بقول سؤالين ده للتبسيط، لكن الاستدي ممكن يكون فيها 40 سؤال وممكن يكون فيها 35 سؤال عن الاكسبوجر وخمس اسئله عن الاوتكم. ما هو بالضروره سؤال وسؤال، بس نوعيه الاسئله سؤالين، سؤال عن الاوتكم وسؤال عن الاكسبوجر. طيب الاجابه على السؤالين تقسم للناس لاربع مجموعات، مجموعه اكسبوزد without the disease ومجموعة exposed with the disease ومجموعة not exposed without the disease ومجموعة not exposed with the disease. فهم دول الأربع مجموعات اللي ممكن تلاحظوهم لما البيشنت يأجب على السؤال تبعي. دي study published عن surgical site infection following cesarean section في أحد الهوسبيتالز. الريسك فاكتور بتاع بحها إيه؟ لما جم ينشروا الستدي قالوا نوع الستدي design cross-sectional study. فالcross-sectional study نفس المثال اللي احنا عملها لكم في الأول cross-sectional هنرجع نطبقه على الستدي اللي اتعمل. الستدي كان إيه هو الإكسبوجر والأوتكم؟ خلي بالكم لو انت ما اجبتش هذا السؤال الاول ايه الاكسبوجر وايه الاوتكم ما هتعرف. لازم الاول تسال نفسك في الاستدي دي كان ايه الاكسبوجر وكان ايه الاوتكم. الاكسبوجر كان السيزاريان سيكشن او الووند كلوت، والاوتكم كان الديفلوبمنت اوف سيرجيكال سايت انفيكشن او الانفيكشن عموما. فقسمنا الناس الووند ديرتي عالي، wound clean و SSI عالي، wound قليل، wound ال wound class في الناس اللي في developing ال SSI أو الناس اللي عندها SSI versus الناس اللي ما عندهاش SSI. ووجدنا إن ال wound class كان اللي هو طبعا wound class هنا مقصود به اللي هو ال wound class عالي. يعني ال wound class العالي معناها ان ال wound dirty معناها انه 63% في المجموعة اللي هي عندها SSI و 30% في المجموعة اللي ما develop SSI. معناها انه ال dirty wound class is a risk factor في ال study ديت. ال dirty wound class is a risk factor for what for developing SSI. في حد عنده تساؤل؟ okay. Another example
اكسبوجر اللي هو هنا عبارة عن ناس اكلت في association of meat consumption with enteritis. الناس اللي كلوا meat ده الاكسبوجر yes or no, والناس اللي جالهم الديزيز اللي هو الانترايتس. اي ثينك في حد فاتح الماي. الناس اللي جالهم انترايتس يس اور نو, ونعمل 2 باي 2 تيبل ونشوف الاودز ريشيو, ويطلع ان الاودز ريشيو عاليه جدا 11. ده معناها انه الناس اللي كانوا الميت جالهم الانترايتس النكريتانز, نوع نادر من الانترايتس بيتسبب في نكروزز اوف ذا انتستين. الناس اللي اكلوا جالهم هذا الديزيز الرير 11 تايم مور ذان البيبل اللي didnt eat that meat. سمعناها انه consumption of this type of meat is a strong risk factor for developing this rare type of enteritis necrotans. ايه مميزات وعيوب الكروس سكشن ستدي؟ مميزاتها ان هي باي ذا واي, الاول قبل ما نقول مميزاتها وعيوبها, كروس سكشن ستدي هي اكتر ستدي بتتعمل في المستشفيات عندنا. يعني بنسبه مثلا 90% من الستدي اللي بتعمله كروس سكشنال. ليه الناس بتحب كروس سكشنال؟ لانها سهله وكويك ولا تتكلف اموال يعني كثيره, ما بتحتاج فولو اب بيريود, انت بتسال كل الاسئله مره واحده. ممكن تشوف فيها مالتيبل اكسبوجر وديزيز اوتكمز سيمولتينيسلي, يعني تشوف السموكينج مع النيومونيا والسموكينج مع اللانج كانسر والاكسرسايز مع النيومونيا والاكسرسايز مع اللانج كانسر. يعني تشوف مالتيبل اكسبوجر ومالتيبل اوتكم يو تيست ان ذا سيم ستدي. بروفايد استيميتس فور بريفالنس, هي ذا اونلي ستدي اصلا, يعني ما ينفع اي ستدي ثانيه نعمل فيها بريفالنس غير الكروس سكشنال ستدي. generate hypothesis we good to describe the magnitude and distribution of health problems اللي هو ال burden of the health problem. بس ايه الليميتيشن تبعها؟ الليميتيشن ان ما اقدر ابدا اقول نتيجة cross sectional study ان x is cause of y, يعني ما اقدر اقول انه risk factor ده بالحقيقة هو cause للديزيز ده. ليه؟ لانه الاثنين تم اكتشافهم في نفس التوقيت, فأنا ما أعرف مين فيهم اللي جاء سابقاً, يعني مين الأول ومين الثاني. حتى لو لقيت إن الشخص ده سموكر وعنده نيومونيا أو سموكر وعنده لانج ديزيز, قد يكون اللانج ديزيز موجود قبل السموكينج. يعني في الشخص ده كل البوسيبيليتيز موجودة, ممكن يكون هو بيعمل سموكينج وليتر أون قاله لانج ديزيز. وارد تماماً كمان إنه هو يكون عنده lung disease في الأساس نتيجة genetic, نتيجة other causes, environmental causes, وبدأ smoking الشهر الماضي بس. فيبقى السموكينج هنا مع إنه risk factor في الناس التانية, بس في الشخص ده ما هو risk factor. فاهمين قصدي؟ فأنا ما أقدر أقول أبدا إنه it's a causal relation, وهي دي أكبر عيب في القصة. يعني لو في عيب واحد هتقول في cross sectional study إنه نتيجة ان الاكسبوجر والاوتكم بيديترمن ات ذا سيم تايم, انا ما اقدر اقول انه مين فيهم الكوز ومين الديزيز. يعني صعب جدا ان انا اقدر اقول. كمان عيبها في انه الرير ديزيز او الرير اكسبوجر صعب جدا. يعني لو عندي ديزيز بيحصل زي رير تايبس اوف فانجل انفكشن بتحصل كل 100,000 بيشنت او كل 10,000 بيشنت, طب انا معقوله هعمل ستدي احط فيها 10,000 على ما يجي لي حاله واحده؟ طبعا حاجه مرهقه جدا, صعبه جدا, وبروبابلي داز نوت ورك. يعني النوع الثاني من الديسكريبتيف ستدي اسمه ايكولوجيك ستدي. ايكولوجيك ستدي اللي هي فيها هي زي كروس سكشن ستدي, بس بيكون الداتا اوريدي موجوده. يعني بروح الهوسبيتال ادمنستريشن اقول لهم لو سمحتوا ادوني معلومات عن اليوز اوف انتي مايكروبيال في المستشفى وعن الادمشن كمان في المستشفى. دي ريكوردز هم اوريدي مجمعينها, مش عشان الاستدي, مجمعينها لاسباب اخرى. انا هستخدمها في عمل جرافس, جراف اشوف فيه
مثلا اليوزف انتي ميكروبيال، سوري اليوزف انتي ميكروبيال والريزيستنس بتاع الانتي نفس. فهنا مثلا على سبيل المثال ده سيفتازيديم ريزيستنت، سوري اليوزف فلوروكونولون، اليوز اوف فلوروكونولون ده نوع من الانتي بايوتكس، والريزيستنس بتاعت نوع من البكتيريا اسمها كليبسيلا، ف سيفتازيديم ريزيستنت كليبسيلا. فانا هشوف اليوز اوف انتي ميكروبيال والريزيستنس ريت. من الرسمه ديت ايه اللي انتم شايفينه؟ ايه اللي احنا شايفينه من الرسمه ديت؟ ان كل ما الانتي بايوتيك يوز بيزيد الريزيستنس بتزيد، وكل ما يقل الريزيستنس بتقل. ده very important in generating hypothesis، لان انا اولا رقم واحد بستخدم داتا سهلة موجودة موجودة في الادمنستريشن مجمعة لأسباب اخرى، بستخدمها في قراءة الاسوشيشن ما بين two variables، وبعمل لها graphic distribution واقدر اقول انه في علاقة بين two variables ولا. فده ببساطة معنى الايكولوجيكال ستدي. نفس الكلام النيوناتال and maternal mortality والسكيلد اتندنت. يبقى هنا البارز ديت عبارة عن البيرث اوف بيبيز، وده الماتيرنال مورتاليتي اللي هو الماتيرنال مورتاليتي اللي هو الخط ده، وده النيوناتال مورتاليتي اللي هو العريض الخط العريض ده. فكل ما البيرث by skilled without skilled attendant، يعني ايه without skilled attendant؟ يعني ما بتولد في المستشفى، كل ما تولد في الخارج اكتر على ايد ناس ما هماش مدربين، تلاقي النيوناتال والماتيرنال مورتاليتي بتعلى. طب الداتا دي انا عملتها ازاي؟ ده انا عملتها من اكتر من مكان في العالم، يعني يوروب امريكا افريكا سو اون. فايزي خالص ان انا اخد من وزارات الصحه في الدول دي معلومات عن نسبه البيرث. طبعا شايفين النسبة في الامريكا واليوروب very low، ان واحدة تولد خارج المستشفى، بينما في افريكا وايسترن ايجيا عالية جدا. عشان كده النيوناتال مورتاليتي والماتيرنال مورتاليتي اللي بتحصل اثناء الولادة بتكون اقل في هذه الدول عن هذه الدول. طبعا العلاقة واضحة جدا، بس ما زال هذه علاقة ايكولوجية، اسمها ايكولوجية، علاقة ايكولوجية، يعني علاقة ما هي من أشخاص بعينهم، لا بمجموعات على بعضها، يعني بدول أو مستشفى، أو يعني ما هي شخص بعينه، مجموعة على بعضها. وده عيب المستدي، يعني لأنه مع أن الاستدي دي سهلة وكان تيست هايبوثيسز وبتستخدم داتا موجودة فعلا وممكن نطلع منها كلام جميل جدا، إلا مشكلتها في حاجة اسمها الإيكولوجيك فالسي. يعني الإيكولوجيك فالسي، هل لما قلنا ان في يوروب الماتيرنال مورتاليتي كانت قليله في وفي ايسترن ايجيا وافريكا كانت عاليه نتيجه وجود البيرث بي وداوت سكيلد اتندنت عالي، هل الناس اللي ماتوا هنا هم في افريكا، يعني عندنا الريت عالي جدا بتاع الماتيرنال مورتاليتي، هل الامهات اللي ماتوا في افريكا كلهم كانوا نتيجه انه البيرث حصل outside الهوسبيتال بنون اسكيلد؟ ممكن يكون معظمهم نتيجة البوفورتي، ممكن تكون معظمهم نتيجة other factors ما عملنا له study في الجراف ده. يعني احنا عملنا بس study لتو factors، هل هي ولدت داخل المستشفى ولا خارج المستشفى، ده سؤال. السؤال الثاني هل هي ماتت ولا لا. بس الموت ده له عشرات الأسباب، ممكن يكون 80% من اللي ماتوا في أفريكا في أسباب أخرى غير حكاية إنها ولد داخل المستشفى، أنا ما عملت لها استني. عشان كده الكونكلوجن إنه الولادة خارج المستشفى بتزود المورتاليتي بنسبة مثلا 70% أو 80%، هذا الكونكلوجن المفروض يتقال عليه إيكولوجيك كونكلوجن، ما هو بالضرورة يكون صحيح. فاهمين قصدي؟ ما هو بالضرورة يكون صحيح. في أي تساؤل يا جماعة؟ أنا شوية متشكك لأنه ما فيش حد خلص بيسأل، والمواضيع دي المفروض أنها ما هي إيزي، يعني مش عارف. ما أتمنى أنكم تكونوا متابعين
وجهزوا الأسئلة وإحنا هنجيبكم يعني إن شاء الله. النوع اللي بعد كده اللي هو الكوهورت ستادي. بالنسبة للكوهورت ستادي، لو أنتوا فاكرين الديزاين بتاع السلايد الأولانية اللي بتقول نوعية الستاديز، كان في واحدة بندور على الاكسبوجر ووايت فور ذا اوت كام. فاحنا هنا بنقسم البوبوليشن بتاعنا الى تو جروبس، جروب اكسبوزد وجروب نوت اكسبوزد، والتو جروبس لسه ما حصل فيهم الاوت كام اللي هو ديزيز يعني. ونشوف بقى، ننتظر نعمل فولو اب لمده 6 شهور، لمده سنه، لمده 10 سنين، على حسب نوعيه الاستري. وبعدين نرجع نقول ايه، نقول والله هل هم حصل لهم الديزيز yes or no، ونقارن الديزيز ريت او انسيدنس اكسبوز والناس نوت اكسبوز. طبعا للتسهيل خلينا نعطيكم مثال توضيحي. يبقى انا عندي بوبوليشن، كلمه بوبوليشن في معناها البوبوليشن يعني معناها الشعب يعني، لا بوبوليشن هي الجماعه يعني. ممكن يكونوا البوبوليشن ده عباره عن اي سي يو بيشنتس، ممكن in general، ممكن يكونوا community individuals، ممكن يكونوا school children. يعني كلمة population بنستخدمها للمجموعات. فلو عندي مجموعة وأحدد فيها هم exposed ولا not exposed، المجموعتين اللي هم exposed و not exposed لسه ما حصل فيهم disease of disease. سنة، اتنين، عشرة، زي ما استريت نتفق على مع بعض. وبعدين نبص على disease development في الexposed والdisease development في non-exposed، ونقارن development هنا في الexposed بالdevelopment في non-exposed، ونشوف النتيجة. نجيب لكم مثال من اللي هو يعني published study، انه hysterectomy. دي study published قبل كده سنة 2000 عن الهستريكتومي. يعني ايه هستريكتومي؟ هستريكتومي دي سيرجري بتشال فيها اليوترس. يعني معظم الاولد ليديز لما بيحصل لهم بليدنج او هيمورج او كده، وما في احتياج لليوترس رايت ناو، نتيجه انه خلاص جابت تشيلدرن كفايه، فالجاينيكولوجيست قرر يقول لها افضل شيء ان احنا نشيل اليوترس، ما له لازمه الان، فيشيلوا يعملوا هيستريكتومي. طيب الفيزيشن بقى بيعمل الهيستريكتومي، ممكن يفتح الانسيجن من الابدومن او من الفاجينا، او انه يستخدم اللابروسكوب. فعاوزين نشوف هل الانفكشن اكتر في انهي واحده فيهم. فهنعمل الريت اوف انفكشن في الابدومينال انسيجن هيستريكتومي والفاجينال انسيجن هيستريكتومي واللابروسكوبيك هيستريكتومي، ونشوف كل واحده فيهم مين اللي جاله انفكشن ومين اللي ما جاله انفكشن، ونقارن النسب. فهيبقى عندنا تيبل زي دي كده، وفي عندنا ثلاثة جروب، واحدة اسمها ابدومينال، والتانية اسمها فاجينال، والتالتة اسمها لابروسكوبيك. وندور على الانسيدنس اوف انفكشن، هنا الانفكشن 23%، هنا الانفكشن 38%، والانفكشن هنا 3%. طبعا المجموعة كلها الثلاث مجموعات لو جمعناهم كلهم الانفكشن 23% تقريبا يعني. وده ناتج ليه المجموع مشابه للمجموعة الأولانية؟ لأنه زي ما أنتم شايفين المجموعة الأولانية للأبدومينال كانت الغالبية، يعني 516 من أصل 687 عملوا أبدومينال، الفاجينال قليلين واللابروسكوبيك أقل وأقل. بس في النهاية إحنا بنبص على نسب، يعني ما يهمنا الأرقام قد ما يهمنا النسب هنا. ففي الأبدومينال الانفكشن كان 23%، يعني كل 100 ليديز شالت اليوترس عن طريق الابدومينال انسيجن جالهم انفكشن، بينما 38% من اللي شالوه عن طريق الفاجينا جالهم انفكشن، و3% ايه اللي نطلع منه من الاستدي دي؟ انه فيرست اوف اول دي كوهورت ستدي، اللي نطلع منه نقول انه لابروسكوبيك هيستريكتومي كان سيف الانفكشن، كان ريديوس الانفكشن، ماركدلي ريديوس الانفكشن. بس طبعا زي ما انتم واضح بالنسبه لكم يعني
ده كلام بتاع انفكشن كنترول، لكن السيرجن في الاخر has to take a decision. يعني مش كل ليدي ينفع يعمل لها ابدومينال انسيجن، ممكن تكون واحده عامله عمليات قبل كده في المكان ده، وهيبقى very difficult for the surgeon ان هو يعمل طيب لو ما فيش ريسك فاكتور، لو ما فيش other problems، لو سمحت اعمل لاباروسكوبيك هيستريكتومي لانه الانفكشن فيها، وبليز بليز افويد فاجينال هيستريكتومي لانها معاها اعلى ريت من الانفكشن، ولو ما هتقدر تعمل لاباروسكوبيك لو سمحت اعمل ابدومينال هيستريكتومي. دي نتائج الداتا، دي معنى اللي احنا بنتكلم عليه. ايه مميزات وعيوب الكوهورت ستدي؟ طبعا مميزات الكوهورت ستدي ان هي دي الستدي الكلاسيك، الستدي الحقيقيه اللي تقدر تربط ما بين كوز وديزيز. يعني الستدي في تو ستاديز اقدر يعني ابقى يعني كونفيرم ان ده هو الكوز اوف ذا ديزيز، اللي هي الكوهورت ستدي والكلينيكال ترايل. والكوهورت ستدي is the only exposure with disease. فأقدر أقول إنه هو ده الكوز، إنه نوعية الانسيجن هل هو abdominal ولا vaginal ولا laparoscopic أساسي من contamination وكوز أساسي من developing infection. البايس بيبقى ما محتاج البيشنت يتذكر، فأنا فعلا أنا بأكد بالكلام نتيجة إن أنا بعمل follow up وبشوف هل فعلا الانفكشن حصل ولا لا. particularly efficient of rare exposure، يعني لو عندي exposure قليل جدا اروح للمجموعه اللي فيها الاكسبوجر ديت واعمل فيها الاستدي، لكن لو انا عملت كروس سكشن كيس كنترول الاستدي هيبقى صعب جدا تعملها. لكن فيها عيوب، ايوه طبعا عيوب كبيره جدا. ايه العيوب؟ استدي في غالب ما تنفع للرير ديزيز، يعني الحاجات اللي هي رير او الانسيدنس بتاعها قليل جدا الاستدي دي ما تنفع، لازم نعمل كيس كنترول استدي. الحاجه الثانيه انها بتستهلك وقت ومجهود فلوس، ف فيري كوستي وتايم كونسيومينج. ليه؟ اي هاف تو فولو اب فور 2 ييرز ولا 5 ييرز، مين اللي هيعمل فولو اب؟ وعاوزه ابروفال واي ار بي ابروفال، وعاوزه فند علشان تفضل الاستدي شغاله، من لانه الناس يعني ممكن الاستدي تبدا والدكتور اللي بادئ الاستدي يسيب الشغل ويروح مكان تاني، طب ومين اللي هيكمل؟ ما هي لو الاستدي دي شغاله ولها فند ولها بروبوزل ممكن واحد تاني تيك اوفر. فطبعا الناس لا تحبذ هذا النوع من الاستدي لانه بياخد وقت طويل وبياخد عدد كبير، يعني السلام عليكم دكتور أيمن. دكتور أيمن النوع التالي هو الكيس كنترول. هيا تفضلي اسمعني. ترى يعني قبل يمكن 30 ثانية انقطع الصوت والشاشة. تمام كده، تمام ترى اوكي. كيس كنترول ستاديز الكيس كنترول ستادي من اسمها بنبدا الاستدي بكيسز ونبداها بكنترول، يعني من اسمها في كيس وكنترول. الكيس الناس اللي عندهم ديزيز، الكنترول اللي ما عنده ديزيز. يبقى علشان اعمل الستدي ديت لازم يكون عندي مجموعتين من البيشنتس، مجموعه with the disease ومجموعه ما عندها الديزيز. اللي عندها الديزيز هنسميها كيسز، واللي ما عندها الديزيز هنسميها الكنترول. طبعا الستدي دي مع انها تبدو اسهل نوع من الستديز الا انها في الحقيقه انها اصعب ستدي في الابديميولوجي. يعني الناس من اسمها كده بيقول لك ده موضوع سهل جدا، نجيب شويه بيشنتس، نجيب ناس ما عندهاش او ناس تانية ما عندهاش نفس الديزيز وبعدين نعمل الستدي. بس في الحقيقه مشكله الستدي ديت انه ازاي تختار الكنترول مش ازاي تختار البيشنتس.
يعني ايه، لو حد قال لك ايه اصعب شيء في الديزاين بتاع الاستاديز، تقول له اختيار الكنترول في الكيس كنترول ستادي. ليه اختيار الكنترول صعب؟ اولا الكنترول دول ممكن يكونوا هوسبيتال بيشنتس او ممكن يكون نون هوسبيتال بيشنتس اللي هم كوميونيتي يعني. طيب احنا ازاي بنبدا الاستاري؟ بنبدا الاستاري بناء ببيشنتس عندهم الديزيز، وبيشنت او نوت بيشنت ما عندهمش الديزيز، وهنسميهم كنترول. ونرجع نسال كل واحد وير يو اكسبوز تو ذات، وير يو اكسبوز تو ذات، نفس الاسئله هنسالها في المجموعتين، ونقارن بقى الاكسبوجر هيستوري في اللي عندهم كيسز مع الاكسبوجر هيستوري اللي عندهم الكنترول. فدي ستدي عن مالتي ستيت اوت بريك اوف اي كولاي انفكشن اسوشيتد وذ ناشونال فاست فود تشين. عندنا ناس اكلوا في ريستورانت وجالهم اي كولاي بوزيتيفيتي، وناس ما اكلوا من نفس الاماكن وعندهم اي كولاي نيجاتيف. والايكولاي النوع ده من الايكولاي اللي هو O157 بيعمل بكتيريميا، بيعمل تسمم في الدم. فنسال بقى الناس اللي عندهم بكتيريميا، نجيب الناس اللي عندهم بكتيريميا من ويكون الاورجانيزم ايكولاي O157، والناس اللي ما عندها بكتيريميا، ونسال هل اكلته في الريستورانت الفلاني، هل اكلته داخل الريستورانت النوع الفلاني من الاكل، وهكذا. نسأل نفس الأسئلة في المجموعة دي والمجموعة دي، وبعدين نقدر نقارن. فنجيب أنواع الفود كلها، شايفين هنا اللاتس، الشيدر تشيز، جراوند بيف، توميتو، تورتيلا، سو اون يعني. ونشوف الاكسبوجر ده كان قد إيه، كم واحد أكلوا هذا الأكل أو نسبتهم في الكيسز ونسبتهم في الكنترول، ونقرر نحن نعمل حاجة اسمها أودز ريشيو، نقرر بقى مين. كل ما الأودز ريشيو تعلى معناها the probability of disease in this group is higher، اللي أكلت اللي هو الكيسز يعني. فعندنا اللاتس كان 8، الشيدر كان 6، والتاكو شيل كان 16، والباقيين كلهم أرقام قليلة يعني. اللي نطلع منه من الستادي ديت إنه eating taco shell تقريبا في بعض الريستورانت بالذات التشاينيز فود يأكلوا اللي هو المحار، فبياكلوا التاكو شيل ده وهو في بعض البكتيريا، فممكن يعمل لهم إيكولاي بكتيريميا. وفعلا لقوا انه نسبة 50% or more of the cases كالوا تاكو شيل، بينما only 13% of the control كأكلوا تاكو شيل، وهكذا. فده طبعا نوع من الستادي اسمه case control studies. كافي الاكزامبل بتاع case control studies. طيب منين بنجيب يعني selecting cases و selecting control؟ انت بتقول case control study بنبدأ بcases و control. الcases سهلة يعني، ممكن نجيب الcases من الhospital patients، من الgeneral population، من الcommunity، whatever we can get الcases. طيب في الoutbreak sources of identified cases في outbreak situation، طبعا بنجيب الكيسز منين؟ من كل الريكوردز يعني، الميديكال ريكوردز، اللاب، السيرفيلانس سيستم، الريجستري، الماس سكريننج بروجرام، الكيس ايدنتيفيكيشن اوف اذر بيرسون هو هاف ذا سيم ديزيز. يعني ممكن لو انت اكتشفت في حاله في اسره، ممكن تشوف بقيه الاسره ممكن يكونوا تعرضوا لنفس الاكسبوجر ويبقوا ده سورس. فده الكيسز ان جنرال في وقت ما يكونش فيه اوت بريك، يا اما من الهوسبيتال يا من الكوميونتي. بينما في وقت الاوت بريك انا بستخدم كل الريكوردز اللي موجوده قدامي، وريكوردز بتاعت المستشفيات ووزاره الصحه واللابات اللاب وهكذا. ولو في سيرفيلانس بروجرام، كل المعلومات ديت ممكن فون كولز، ممكن اسال اشوف الريكوردز بتاعت الاوت بيشنت كلينيك، اشوف الريكوردز بتاعت الامرجنسي روم، اي ريكورد يقدر يعرفني حالات جديده ممكن استخدمه في معرفه الكيسز. بينما الكنترول هو ده المشكله، الكنترول مشكله. وانا هقول لكم مثال يعني بسيط خالص عشان تعرف ان الكنترول مشكله. لو فرضنا ان في واحد الهايت بتاعه، الهايت 170 سم،
ده في البلاد بتاعنا في السعودية والدول الأخرى يعني اللي حوالينا، الشخص اللي ارتفاعه أو طوله 170 سنتي اللي هو يعتبر معقول جدا يعني. طيب لو احنا قارناه، لو خلينا الكنترول بتاعه ناس الهايت عندهم 150، يبقى هو طويل جدا أعلى من الناس دي كلها. طب لو الكنترول اخترناه من الناس الطوال اللي هم أصلا 175 و180، يبقى هو قصير. يبقى الشخص اللي هو 170 ده مع إنه ما تغير، لو أنا اخترت له كنترول أطول منه بقى هو قصير، ولو اخترت له كنترول أقل منه هيبقى هو طويل. يبقى فكرة إن أنا describe him as a taller or shorter is not because he's taller or shorter, it's because you choose the wrong control. فهمتوا قصدي؟ طيب على هذا الأساس لو تختار كنترول، تعمل حسابك إن البريفلنس في الإكسبوجر في الكنترول should be similar to the prevalence in the source population. والكنترول should come from the same source population as cases. والtime during which the subject is eligible to be controlled should be the time in which the individual is eligible to be a case. إيه معنى ثلاثة restrictions لو أنت بتختار الكنترول؟ إن لو أنت بتعمل في مستشفى، حاول يكون الكنترول تبعك من نفس المستشفى بس ما عندهم الديزيز، وبروبابلي بيتر ان هم من مالتيبل ديبارتمنتس مش من نفس الديبارتمنت، مالتيبل ديبارتمنتس بس يكون كلهم مشتركين ان ما عندهم الديزيز. يبقى sources of undefined control من الهوسبيتال او الكلينيك، general population, random digit dialing, neighborhood, friends and relative، دي كلها methods يعني ما هو مجال الان ان احنا نشرح بالتفصيل كل نوع منهم. في عندنا حاجة في الكيس كنترول ستدي اسمها ماتشينج. والماتشينج ده اللي هو معناها بنختار الكيسز والكنترول ماتشد على سيرتين كريتيريا. في نوعيتين من الماتشينج، في حاجة اسمها جروب ماتشينج وفي انديفيدوال ماتشينج. يعني ايه ماتشينج؟ يعني مثلا اقول ان انا اخترت الكيسز والكنترول، الكيسز عندها نيومونيا والكنترول ما عنده نيومونيا، بس الاثنين نفس الايج، نفس الجندر، نفس الريزيدنس، كلهم من الرياض، وكلهم اذا كانوا ميل يبقى، اذا كانت الكيس ميل يبقى الكنترول ميل، واذا كان الكيس عنده 40 سنه يبقى الكنترول عنده من 35 ل 45 سنه، يعني في نفس الرينج بتاع الايج. ده اسمه ماتشنج. لو انت بتماتش كل كيس مع كنترول، مع كنترول واحده او اكتر من كنترول بس كل كيس معاها كنترول تبعها، يبقى ده اسمه جروب ماتشنج، سوري انديفيدوال ماتشنج. لكن لو انت بتحافظ على ان النسبه تبع الكيسز والكنترول بيكونوا متقاربين بالنسب مش بالاشخاص، فدي بنسميها جروب ماتشنج. طب احنا بنفضل ايه؟ بنفضل الجروب ماتش، لانه الانديفيدوال ماتشنج بقى صعب شويه انه يتحقق وبيعمل مشاكل في الاناليسز كمان. طيب في بعض الأحيان لو أنت عملت over matching اللي هو إيه، يعني كترت في الماتشنج، مفروض مثلا تعمل ماتشنج على age وجندر مثلا كافي، لكن لو قلت age وجندر وresidence وoccupation ومش عارف إيه، طيب ما أنت كده كترت الماتشنج جدا، خليت two groups very difficult to detect controls، وفي نفس الوقت ممكن ما يطلع النتائج الاستري صحيحة لأنه في over matching. ايه مميزات وعيوب الكيس كنترول ستدي؟ الكيس كنترول ستدي كويك ان اكسبنسيف، فهي تبدو جميله جدا زي كروس سكشن، وممتازه جدا في الرير ديزيز، لانه لو عندي رير ديزيز احسن مكان ان انا اروح للمكان اللي متجمع فيه الكيسز دي، يعني فرضنا نوع من الانفكشن بلوجينيلا نيومونيا. لوجينيلا نيومونيا دي قليلة جدا، يعني ممكن لو في الكوميونيتي عاوزين نشوف من واحد على من طبعا، طبعا ما اقدر اعمل استدي كروس سكشنال في الكوميونيتي عشان اطلع 4-5 مليون واحد، لكن اقدر اروح الهوسبيتال في مكان في اي سي عنده لوجينيلا نيومونيا، في الحالة دي هيبقى الرير ديزيز ده رحت للمكان تبعه، عملت جبت الكيسز وجبت كنترول وعمل كيس كنترول استدي.
لوجيك ايديولوجيك فاكتورز يعني. اكسبوجر يعني لو اكسبوجر قليل ما هيبقى تمام، دي عاوزه رير اكسبوجر، عاوزه الكوهورت ستدي. مشكلتها كمان ان ما تقدر تعمل لا البريفلنس ولا الانسيدنس، ده يعني تقدر كونفيرم الكوزال ريليشن شيب، يعني اللي هو الريسك فاكتور ده هو الكوز اوف سيرتن ديزيز، ما تقدر. احنا قلنا هذه الخاصيه موجوده فقط في كوهورت ستدي او في الكلينيكال ترايل. فيها نسبه بايس عاليه لانه اسئلتك كلها عن الماضي، هل انت were you exposed to this in the past، فانت كل الكويشنز تبعك عن الماضي، فممكن البيشنت يكون ناسي، يكون بيتناسى، يكون بيكذب، فكل دي اسباب للبايس يعني. التيبل ديت بتعمل سمري للاوبزرفيشنال ستدي، سواء كانت ايكولوجيك، كروس سكشنال، كيس كنترول، كوهورت، كل واحده لو يعني تفضلها ولا لا. فانت لو عندك rare disease استخدم كيس كنترول ستدي او ايكولوجيك، بس في الغالب كيس كنترول ستدي. طب لو عندك rare exposure استخدم كوهورت ستدي. لو عندك multiple outcome of exposure برا مالتيبل اوتكم استخدم كوهورت. طب عندك مالتيبل اكسبوجر افضل حاجه كيس كنترول، او لو عندك مالتيبل اوتكم ومالتيبل اكسبوجر يبقى كروس سكشنال از بيتر. لو عاوز تو ديتكت تمبرال ريليشن شيب ما في غير كوهورت ستدي. لو عاوز تعمل انسيدنس ما في غير كوهورت ستدي. لو عاوز تعمل بريفالنس تبقى كروس سكشنال ستدي. فعلى حسب انت عاوز تعمل ايه في عاوز تو واتس يور اوبجكتيف، يبقى هتختار الديزاين على الاوبجكتيف. ولذلك لما حد يجي يسالك يقول لك يا دكتور ايه افضل استري اعملها، اقول له السؤال غلط. انت لازم الاول تقول لي ايه اللي انت عاوز تثبته، ايه الاوبجكتيف تبعك، عشان اقدر اقول لك ايه افضل شيء بالنسبه لك. فهو الاختيار مش بالمزاج يا جماعه، بالحسب الاوبجكتيف ونوعيه الداتا ونوعيه الريسيرش كويشن ونوعيه الديزيز وهكذا يعني. بالنسبه للبايس اكتر ما يكون في الكيس كنترول ستدي اللي هو السليكشن بايس والريكول بايس كمان، واقل ما يكون في الكوهورت ستدي. اللوس اوف فولو اب بيبقى عالي جدا في الكوهورت ستدي، الكونفاوندينج موجود في كل الاستديز بس سبيشالي في الايكولوجيك ستدي. تايم كونسامشن عالي جدا في الكوهورت، تاخد وقت طويل عشان الفولو اب، وقليل جدا في الايكولوجيك ستدي ومتوسط في بقيه الاستديز. الكوست تقريبا نفس التايم اللي هو عالي جدا في الكوهورت وقليل جدا في الايكولوجيك ستدي ومتوسط في بقيه انواع الاستديز. النوع الاخير في الابديميولوجيك ستديز اللي هو الكلينيكال ترايل، وده هو الاكسبيرمنتال ستدي. وزي ما انتم شايفين انه بنبدأ بستدي بوبيليشن، نختار البارتيسيبنت، بعدين نعمل لهم راندومايزيشن. راندومايزيشن يعني نختارهم عشوائيا، ما هو انتنشنال، ما هو بالمزاج، بنختار كل بيشن عشوائي ان هو ياخد الانترفنشن او ما ياخد الانترفنشن، ونرجع نشوف الاوتكم في الانترفنشن جروب والنون انترفنشن جروب. بنسمي الانترفنشن اللي اسمها تريتمنت ارم، بنسمي النو انترفنشن بنسميه الكنترول ار. وده مثال توضيحي لاحد الاستديز، ان احنا عندنا بوبيليشن عدده 9417 بيشنت. شفنا الكرايتيريا بتاع الاليجيبيليتي كرايتيريا للاستدي، واتضح انه في عندنا 7400 ما ينفع ناخدهم من البوبيليشن ده، نتيجه انه مفيش consent تتعطى أو unlikely to be intubated within 24 hours أو أكثر من 24 hours. فبما أن الـ eligibility criteria لا تنطبق عليهم فـ excluded من الـ study من الـ population sorry. فضل من 9,2003 دول عمل لهم randomization عن طريق الكمبيوتر، فالكمبيوتر قال حطوا 998 as intervention group اللي هيستخدموا
النوع الجديد من الاندوتراكيال تيوب، سيلفر كوتد اندوتراكيال تيوب، بينما المجموعه الاخرى برضو الكمبيوتر اللي اختارها لنا هم اللي هيستخدموا الريجولار اندوتراكيال تيوب، وننتظر لمده معينه وبعدين نشوف كم واحد ديفلوب الاوتكم اوف ذا ديزيز. فهي دي طريقه الكلينيكال ترايل. طبعا في النهايه هنشوف الناس اللي خدوا سيلفر كوتد اندوتراكيال تيوب عندهم فاب قد ايه. فده سيلفر كوتد نورمال تيوب، ونشوف في كل مره الفاب قل ولا الفاب زاد. طبعا الفاب هم هنا عاملين ريلاتيف ريسك ريدكشن، فهم عاملينها بطريقه ريلاتيف ريسك ريدكشن، فبيقول لك انه اختصارا للارقام دي لان هي كلها سيجنيفيكانت، يعني الارقام دي تقول لك ان السيلفر كوتد كان فيها الريسك ريدكشن اكتر من النان سيلفر كوتد، معناها انه السيلفر كوتد تيوب از فيري efficient in reducing the rate of VAP أو pneumonia. مشكلة الكلينيكال ترايل اللي ممكن يكون فيها selection bias، ليه؟ لأنه ما بتختار الشخص الصحيح. فحتى to avoid the selection bias بنعمل حاجة اسمها randomization. randomization معناها أنه بتحط كل patient، بتحدد البيشنت هو في intervention group ولا non-intervention group أو control group. الهدف من عمايل الـ randomization إن إحنا نقلل البايس. نقلل البايس ليه؟ لأن إحنا human being. ممكن يجي لك patient sick فتقول له إيه، روح خلوه ودوه في الـ intervention group عشان يستفيد من التريتمنت. أنت معتقد إن التريتمنت is good، وإحنا لسه مش متأكدين، بس أنت معتقد إن التريتمنت is good. For the sake of the patient, sick patient بتقول والله خلوه يروح الانترفينشن جروب. في الحقيقة قد يكون الاختيار ده خاطئ، قد يكون صحيح. احنا مش عاوزينك تانترفين with the study، احنا عاوزين الستدي تبقى عشوائية، فإنك لما تختار بمزاجك فده بينفي فكرة العشوائية. فاحنا بنعمل randomization علشان نقلل البايس، selection bias، وفي نفس الوقت لما نقلل selection bias يبقوا two groups اللي هي الكنترول و التريتمنت ستدي او الانترفينشن والنون انترفينشن بيبقوا متشابهين. لما تدخلهم عشوائيا بيبقى الكاركترستيك متشابهين، يعني الايج والجندر والكوموربيديتي بتبقى متشابهه لو انت اخترتهم بطريقه عشوائيه. ولذلك لو الاوت كم اختلف من جروب لجروب هيبقى الاختلاف ده نتيجه ريسك فاكتور اللي انت بتعمل له ستدي. فاحنا ازاي بنعمل الراندومايزيشن؟ في طريقة ان احنا نجيب الجروب كلها. طبعا الطريقة دي فاني ان انت تستخدم اللي هو الظهر، يعني احنا ما بنعمل كده طبعا، الكلام ده بس للتوضيح فقط. لكن هو اللي بيختار هو في الكنترول جروب ولا الانترفينشنال جروب او الانفستيجيشنال جروب او التريتمنت جروب، لا كلها أسماء واحدة، يعني أسماء لنفس الشيء، بيبقى عن طريق الكمبيوتر أو عن طريق ظرف مقفول، بس إحنا بنفضل حاليا الكمبيوتر. أو الطريقة الأخرى إنك تقسمهم الأول قبل ما تعملهم randomization وترجع تعمل randomization لكل جروب. يعني هنفترض إن عندنا ميل وفيميل، هتحط الميل لوحدهم والفيميل لوحدهم، أو blue collar و white collar patients وتحط الجروب دي لوحدها والجروب لوحدها، اسمه stratification الأول. كل جروب تعمل randomization للكنترول والانترفينشنال. الطريقة دي بتسمح ان احنا نخلي عدد متقارب من كل مجموعة يظهر في الكنترول والانترفينشنال study، يعني بعد ما نعمل الكنترول والانترفينشن جروب، يعني بعد ما نعمل randomization هنا وهنا، بتلاقي ان التو جروبس اللي هو البلاك والجراي دول هيظهروا في الكنترول والانفستيجيشنال. والكنترول والانفستيجيشنال بعد ما نخلص خالص هنلاقي انه التو جروبس were represented equally في الكنترول والانفستيجيشنال او الانترفينشنال جروب. في حاجه اسمها كلمه ماسكينج اور بلايندينج، بنحتاج نعمل بلايندينج. يعني ايه بلايندينج؟ يعني البارتيسيبنت والريسيرش ار ان اوير
or does not know or don't know whether the participant are experimental or control. يعني ما المفروض تعرف الريسيرشر ولا تعرف البيشنت نفسه، هل هو في الانترفينشن جروب ولا النون انترفينشن او الكنترول جروب؟ ليه؟ لانه كل ما الواحد يعرف كل ما البايس يزيد. فانت ممكن تعمل بلايندنج لمين؟ تعمل للبارتيسيبنتس هم البيشنتس، ممكن تعمل الكير جيفر اللي هو النيرسز، للداتا كوليكتور، للداتا اناليست، للانفستيجيتور. طبعا الداتا اناليست وانفستيجيتور يعني ده تو ماتش، ده كلام يعني practical very difficult ان انت تعمله، يعني حتى الاحصائي وصاحب الاستدي ما يقدرش يعرف، ده يعني كلام فاضي، انا وجهة نظري كده. لكن على الاقل البيشنتس والكير جيفر ما يعرفوا، والديتا كوليكتور طبعا، ده اسمه بلايندنج. بعض الاحيان البلايندنج مش possible، يعني مثلا هنعمل سيرجري versus ميديكيشن، يعني بنقول هل السيرجري افضل ولا ان انا اعالجه بميديكيشن؟ طب ينفع اعمل بلايندنج للناس وعمل سيرجري ولا اذا كان هو اصلا بطنه مفتوحه هتقدر تخبي ده ازاي؟ فبعض الاحيان ما نقدر نعمل بلايندنج، لكن في بعض الاحيان بنقدر نعمل بلايندنج. وبلايندنج هي ماسكينج، يعني برضو الاثنين نفس ال، ممكن تعمل نون بلايند ستدي اللي هو كل الريسيرشر والبارتيسيبنت عارفين الالوكيشن هل هو انترفينشن ولا كنترول جروب. ممكن تعمل سنجل لو الريسيرشر او البارتيسيبنت بس فقط اللي ممنوعين يعرفوا، او دبل لو الريسيرشر والبارتيسيبنت، وتريبل اذا دخلت فيها الداتا مونيتور والاناليسز والانفستيجيتور. في حاجه تانية كمان ترم بنستخدمه في الكلينيكال ترايل اسمه الوكيشن كونسيلمنت. يعني ايه الوكيشن كونسيلمنت؟ يعني البيرسون راندومايزنج البيشنت اللي هو النيرس او الدكتور اللي بيقول ان ان البيشنت ده يدخل على الجروب ديت اللي هي انترفينشن ولا الجروب دي اللي هي كنترول، المفروض does not know the next treatment allocation. يعني هو صحيح بيقسمهم لمجموعتين سواء كانت النيرس انترفينشن كنترول، بس هو نفسه ما يعرف النيكست الوكيشن ايه. لو انت قدرت توصل لهذه المعلومه هتمنع الوكيشن كونسيلمنت، واجين ده بنعمله بطريقه الكمبيوتر افضل شيء، او اللي هو شيدد انفلوب ظرف ما تعرف اللي جواه، وبعدين يفتح الظرف قدام البيشنت يقول له والله انت في الكنترول جروب او انت في الانترفينشن جروب. شايفين المنظر؟ البيشنت البيشنت داخل هو بيفتح الظرف يقول له البيشنت القادم اعطيله الرقم ده وحطه في الجروب الفلانية. فانت لازم الجود الوكيشن يبقى ايه. اعتقد نتوقف هنا زي ما الاخت ابرار قالت، نتوقف عند ان شاء الله ناخد نفسك كده ونرجع نتكلم تاني. يبقى احنا دكتور خلاص ياخذون 20 دقيقه بريك وبعدين نرجع ان شاء الله. راح نحضر ان شاء الله بعد البريك، بتمنى الجميع يرجع يعني قبل الوقت بثلاث دقائق. السلام عليكم، صباح الخير جميعا. اول شيء يعطيكم العافيه على حضوركم وتواجدكم، وكذلك يعطي العافيه دكتوره ايمن. نتمنى بس تكرما التفاعل مع دكتور ايمن، يعني في حال استفسار او بعض الديمينولوجي بشكل عام، يعني ماده دسمه ولازم تسالون دكتور ايمن حتى يكون الامور تكون فيها الامور تستفيدونها، حتى وجود بعض الاشياء اللي فيها غموض الا اذا كانت الامور واضحه، لان المساله كلها يعني راح يكون في ان شاء الله تعالى الصمنتات والكوزات هذه متعلقه بالمحاضره اليوم، فضروري جدا التفاعل مع دكتور ايمن حتى لو في بعض الاستفسارات او بعض الايضاحات تطلبونها ان شاء الله دكتور ايمن ما راح يقصر باذن الله تعالى. والله يوفقكم ان شاء الله يسعدكم.
عنكم. طيب المنطقة الشرقية، الدمام الطبي موجودين؟ مدنيتها الموجودة أستاذة زينب؟ نبدأ ولا أي بس دقيقة دكتور، بس أشوف الحضور. خذي وقتك؟ ماشي. أستاذة زينب، زينب ايش؟ زين الدين، أستاذة زينب، زين الدين كوردينيتر مجمع الدمام الطبي، خلود، جنان، نسيم، ذكريات، عبد العزيز، من عندكم كوردينيتر؟ دكتورة زينب. أستاذة زينب، دكتورة زينب موجودة؟ إيه موجودة. كلمني. أي بس كلمني. أوكي. أي بس كلمني. أستاذة هالة، الملك مستشفى الملك فهد التخصصي. أيوة أهلا وسهلا، هاي موجودة. أي مين؟ الملك فهد؟ أيوة مستشفى الملك فهد التخصصي. جميعكم موجودين صح؟ أيوة. دلة. طيب ريم، أستاذة ريم موجودة. الجميع موجودين ريم؟ لا، رايحين يجيبوا قهوة وبيجون يعني. الأمير محمد ريم، بس من اللي موجود عندك ريم؟ إيه موجودين. أميلي موجود، منى، بدر، بدر موجود، ريم أعطيني أسماء الموجودين عندك. أبرار كلنا عند الكافي، بس نرجع الحين. غياب لكم. طيب الأمير محمد، أيوة أستاذة أمل موجودين؟ موجودين كلهم، عون، سلمى، ونوف، نايف، علي، فهد. أيوة ستة موجودين. طيب الموسى، الموسى، أمل، أماني، زينب، دكتورة ميادة، الملك عبد العزيز، الملك عبد العزيز، دكتور حسام، وفاء، رؤى، هناء، زينب. والله بداية غير موفقة هذا اليوم. إذا ما عاد في بريكات، وفاء، رؤى، هناء، زينب، مجمع الملك عبد الله، أستاذ إسراب، أستاذ إسراب موجودين؟ إي موجودين. مين اللي تكلم معي دحين؟ أحلام. طيب أستاذة إسراب موجودة؟ لا بس راح تتواليت بعد. أيوة أيوة موجودين كلهم. طيب أوكي تمام. مستشفى الملك فهد، دكتور سلطان، دكتور سلطان، مالك، سعيدة، فايع، مريم، فارس، وعد. ممكن أحد منكم يرد علي؟ سكروا المايكات إذا ممكن. مالك، سعيدة، فايع، مريم، فارس، وعد. ممكن أحد يرد علينا؟ دكتور سلطان موجودة؟ دكتور سلطان موجود؟
دكتور سلطان؟ لا هاني مو موجود. مين معي؟ مريم؟ مين؟ وعد وعد ما أسمع صوتك. مريم ولا وعد ولا سعيدة اللي تكلمني؟ كلنا موجودين. مين يتكلم؟ وعد. وعد الغامض. وعد. طب فارس؟ موجود فارس. طيب ومريم؟ موجودة. مريم؟ موجودة. بايع؟ بايع؟ موجود. سعيدة؟ موجود. سعيدة؟ مالك؟ موجود. طيب الموسى؟ موسى والملك عبد العزيز. أماني؟ أماني. أمل؟ زينب؟ احنا الموسى. طيب مين انت؟ انا امل حربي ومعايا زميلاتي اماني وزينب. طيب ممكن اسمع اصواتهم؟ امل وامان وزينب. اماني تفضلي. زينب. اماني. ايوه موجوده. طيب باقي الملك عبد العزيز. ممكن احد يرد علي من الملك عبد العزيز؟ وفاء، رؤى، هناء، زينب. اوكي تقدر تبدا دكتور ايمن. ملك عبد العزيز ودلل اللي الحين ما تجاوبوا. تفضل دكتور ايمن. طيب ماشي شكرا. السلام عليكم. وفاء وزينب ورؤى موجودين. الملك عبد العزيز بس كان الصوت. طيب. وهناء عليه السؤال. طيب يعطيك العافية. السلام عليكم. Let's continue what we were talking about. في السلايد ديت فيها الـ strength والـ limitations of randomized trial. نتذكر مع بعض ان الراندومايز ترايل ديت عباره عن بوبوليشن بنقسمه تو جروبس اللي هو انترفينشن جروب وكنترول جروب بيزد على راندوم نمبرز. راندوم نمبرز يعني ارقام عشوائيه غالبا عن طريق الوكيشن موجود في انفلوب او عن طريق جنريتد نمبر من الكمبيوتر. طيب ايه مميزاتها وايه عيوبها؟ السترينث ان هي اولا هي بروسبكتيف ستدي زيها زي الفولو اب ستدي فهي بروسبكتيف استوري. الأخت نوف رفعت إليها ما أعرفش في حاجة ولا لو في تساؤل اتفضلي يا نوف. أوكي. فهي بروسبكتيف استوري يعني بنشوف الاكسبوجر ات سام بوينت وبعد كده نعمل فولو اب على ندور على الاوتكم. الراندومايزيشن طبعا اهم صفه في الراندومايز ترايل عشان كده حتى سموها راندومايز ترايل يعني راندومايزد اكسبيرمنت. اهم صفه راندومايزيشن طبعا دي مش عاوزه كلام يعني دي اهم صفه في الراندومايز ترايل. يعني ايه راندومايزيشن؟ قلنا العشوائيه كل واحد بيدخل في جروب بيزد على التشانس وليس بيزد على ماي انتنشن ولا ماي بايس. بما انها بروسبكتيف ففيها temporal sequence وكان provide causation. فحتى الآن من الستاديز اللي احنا اتكلمنا معاكم فيها في عندنا two studies ممكن detect the causation اللي هم ايه؟ في الـ observational study cohort study في الـ experimental study اللي هي الـ clinical trial. يبقى الـ observational study والـ clinical trial اسمه الـ cohort study والـ clinical trial are two studies that have temporal relation. temporal relation يعني الـ exposure بيحصل الأول وبعدين الـ outcome يحصل بعده. وcan detect a causation ما بين الـ exposure والـ outcome. لكن لها عيوب إنه طبعاً هي ما هي natural هي experiment. فعشان كده الهيومن بيهيفير ممكن يكون مختلف في نوعيه البيشنتس اللي انت بتعمل لهم
ستادي بيبقوا مختلفين. ف just give me معنى ايه انه البيشنتس نفسهم مختلفين؟ يعني انا لما باجي اعمل كلينيكال ترايل على دراج جديد، هل بروح اجيب الاولد ايج بيبول اللي عندهم كوموربيديتي، ولا بروح اجيب شباب صغير فولنتير؟ بجيب شباب صغير فولنتير عشان يستحملوا لو في مشكله من الدواء، لان يعني لسه ما اعرف الدواء ده له سايد افكت توكسيك ولا واتيفر. يعني اذا نوعية البيشنت اللي عليهم الريزلت ما هي نوعية البيشنت اللي غالبا هيستخدموا نفس الدرج. فإذا دي تجربة، نوعية الإكسبوجر، نوعية البيهيفير، نوعية البيشنت ما هي زي الرياليتي. في الرياليتي في الاي سي يو ما بلاقي بيشنت صحتهم تمام، بلاقي اولد ايج عندهم مالتيبل كوموربيديتي وعنده ممكن رينال فيلير وعنده هارت فيلير وسو اون. فدي نوعية البيشنت اللي أنا عاوزهم ممكن later on لما بيعملوا الكلينيكال ترايل على الشباب اللي هو الفولنتير يقوموا يرجعوا يعملوها بقى على old age patients with multiple comorbidity. فإذا لابد وانت بتقرأ النتائج بتاع الستادي تفهم البوبوليشن ده كان شكله ايه، لأنه الجنراليزيشن بتاع الريزلتس على البوبوليشن ده فقط وليس على كل الناس. في مشكلة كبيرة في الكلينيكال ترايل في الإيثيكال أبوفل. يعني ايه؟ يعني انت لو عاوز تعمل كلينيكال ترايل بتروح تقول للكوميتي الريسيرش كوميتي لو سمحتوا وافقوا على الاستدي ديت انا ناوي اعملها ان شاء الله. فيبداوا يسالوك مالتيبل كويشنز. ليه؟ لانه عاوزين يتاكدوا ان البيشنت سيف، عاوزين يتاكدوا ان حقوق البيشنت محفوظه، عاوزين يتاكدوا انه انت يو ويل نوت اكسبوز ذا بيشنتس تو هارم. يعني افرض ان احنا عارفين ان الدواء ده مفيد او الدواء ده غير مفيد، ليه تعرض البيشنتس لدواء غير مفيد او تمنعه من دواء مفيد؟ فده ethically في problem. طبعا في عندنا كمان الethical approval is limited او كمان absent في الstudies اللي على البريجننت ladies او على البيبيز او على الchildren. دي studies بتحتاج multiple approvals وصعب جدا تتعمل. فاذا الclinical trial فيها مشكلة في الapproval في الethical problem. الحاجة التانية طبعا وواضحة طبعا انه الكلينيكال ترايل من اكتر الستاديز اللي بتاخد كوست وتكلفة، وعاوزة سبيشاليزد بيبول في الاناليسز وسبيشاليزد بيبول في الداتا كوليكشن، وعاوزة مونيتورينج يعني وشركة تكون بتعمل راندومايزيشن وسو اون. فالكلينيكال ترايل او واتيفر يعني تستعيض عن الشركة ديت باشخاص فاهمين القصة ديت. ف المقصود ان الكلينيكال ترايل بتتكلف مجهود كبير جدا وكوست عالي جدا وعاوزه بيرسونال سبيشالايزد ومحتاجه ايثيكال ابروفل. فمع انها ستدي عظيمه الا انها ستدي لها برضو سام ليميتيشنز از وي سيد. طيب نيجي على جزئيه اخرى اسمها ميجرينج ديزيز اوكيرنس. يعني احنا خلصنا الوقت جنرال انتروداكشن عن الابديميولوجي، بعد كده شفنا different epidemiologic studies، خلنا cross section study، cohort study، case control study والclinical trial. now هنتكلم عن موضوع اسمه measuring disease occurrence. يعني عاوز اعرف the burden of the disease، عاوز اعرف the disease ده frequent ولا ما هو frequent، على انه incident ولا more incident ولا less incident. ده اسمه measuring disease occurrence. ايه الميجرز بتاعت الموربيديتي والمورتاليتي في البابليك هيلث والابديميولوجي والانفكشن كنترول؟ عندنا حاجه اسمها ميجرز اوف موربيديتي. كلمه موربيديتي اللي هي ديزيز وايز، يعني ميجرز اوف ديزيز بيردن. ميجرز اوف مورتاليتي ديث، ميجرز اوف ديث ريتس. اوكي، فميجرز اوف موربيديتي اللي هي ديزيزز في منها البريفالنس والانسيدنس. الميجرز اوف مورتاليتي في منها المورتاليتي ريت، كيس فاتاليتي ريت، وبروبورشنال مورتاليتي ريت.
let's take the first one of the morbidity measures, which is the prevalence. زي ما انتم شايفين البريفالنس في منه نوعين, بوينت بريفالنس وبيريود بريفالنس. ما هتفرق كتير يعني البوينت بريفالنس in a given point of time usually one day ولا few days. اما البيريود بريفالنس انت بتحدد الفتره, بتحدد الفتره for a week, for a month, for a year, for 5 years. It's ما هيش ما فيش limitation على التايم, بس it's a defined period, لها اول ولها اخر. اثناء الفتره دي بتحاول to report the prevalence. في البوينت بريفالنس بتبقى غالبا 1 day, يعني في معظم الستاديز بتاعت البوينت بريفالنس بتبقى 1 day, لكن وارد ان حد يعمل بوينت بريفالنس few days, بس ما هو كتير يعني few day, 3 days 1 week something like that. لكن ده اعلى حاجه, المفروض ان هو الكلاسيك بوينت بريفالنس 1 day. اذا الفتره اطول اسمها بوريد بريفالنس. لكن هي ذا سيم, السيم عباره عن ايه, number of cases of the disease على البوبوليشن ات ريسك. طبعا الكيسز اوف ذا ديزيز اللي هو مثلا اللي عندهم انفكشن, يعني لو عندي 10 عندهم, لو عندي 10 على فنتليتور بلاش 10 خليهم 100, لو عندي 100 على فنتليتور وسبعه منهم جالهم نيومونيا فممكن اقول ان البريفالنس اوف نيومونيا ان ذس بيشنت 7 على 100 ويبقى ده 7%. طيب لو عملت الكلام ده خلال 1 داي يبقى اسمه بوينت بريفالنس, لو عملت الكلام ده على مدى سنة يبقى اسمه period prevalence. طيب الدينومينيتور هنا أحط فيه, لو فرضنا إن الهوسبيتال دي فيها 1000 patient منهم 500 على ventilator, يبقى الدينومينيتور 1000 ولا 500؟ لو سمحتوا حد يأجب. أنا عندي هوسبيتال فيها 1000 patient منهم 500 على ventilator. اتفضل. 500. ايوه ليه؟ لان ده هو اللي ات ريسك. الات ريسك يعني الناس اللي وارد يجي لهم النيومونيا من الفنتليتور او الفاب. وبما ان الفاب الديفينيشن بتاعه نيومونيا ان فنتليتد بيشنت, يبقى النمبر هنا الدينومينيتور دايما مختلف من ولذلك تتخيلوا ان ما بنيجي نعمل البريفالنس معظم المشاكل, يعني هي تبدو بالنسبة لكم موضوع سهل لكن هو في الحقيقة شوية معقد, يعني بيبقى المشكلة الحقيقية أنهي denominator is better أو is appropriate for my study. لأنه في أمثلة يعني كتير توضح لك أنه denominator ساعات يكون confusing, which denominator exactly I should use. محتاج أصلاً من الفيليتور, فما ينفع ناخد البيشن ما على فيليتور. النوع الثاني من الميجرز بتاعت الموبيليتي إنسيدنس, والإنسيدنس فيه منه نوعين, كوميولاتيف إنسيدنس وإنسيدنس دينستي أو إنسيدنس ريت. يعني دينستي ديت يساوي ريت, كلمة إنسيدنس هي الإنسيدنس. الكوميولاتيف انسيدنس المفروض يتكتب قبلها كلمه كوميولاتيف عشان تبقى فاهم, ولكن للاسف الشديد الريسيرشر جزء من الريسيرشر ما بيفرقوا كويس ما بين الكوميولاتيف انسيدنس والانسيدنس دينستي. ايه دكتور ايمن؟ تفضلي. صوتي يقطع معانا. الانسيدنس هو عباره عن النيو كيسز على التوتال بوبوليشن او البوبوليشن ات ريسك. فيفرق ايه الانسيدنس عن البريفالنس؟ لو رحنا للسلايد السابق هنلاقي ان الانسيدنس عباره عن البريفالنس عباره عن النمبر اوف كيسز على البوبوليشن ات ريسك, اكيد طبعا ان ذا سيم لوكيشن ذا سيم بيريود اند سو اون. الانسيدنس لا, مش النمبر اوف كيسز, نمبر اوف نيو كيسز. يبقى الانسيدنس عباره عن نيو كيسز, بينما البريفالنس اول كيسز اللي هو نيو اند اولد كيسز. الدينومينيتور ذا سيم اللي هو البوبوليشن ات ريسك ذا سيم لوكيشن ذا سيم ديوريشن.
ده في الكوميونيتيف انسيدنس. لكن في الانسيدنس دينستي، وانا بقول لكم ان الانسيدنس دينستي تساوي كلمه انسيدنس ريت تساوي كلمه ريت، اللي هو النيوموريتور هو نفس الكلام نيو كيسز ان ا جيفن لوكيشن وبيريود وكلام من ده. وبعد كده البوبيليشن ات ريسك، بس البوبيليشن ات ريسك هنا ما بتقالش النمبر اوف بيبل، لا بتقال النمبر اوف بيرسون تايم اوف اوبزرفيشن. يعني دي عاوزه توضيح شويه، لانه لما نقول مثلا عندنا نيومونيا في الاي سي يو، احنا ممكن نحسب 7 نيومونيا على 100 بيشنت في الاي سي يو حصل لهم ادمشن في اللاست 6 مانث. يعني عندنا 100 بيشنت في الاي سي يو حصل لهم ادمشن اللاست 6 مانث، كانوا على فنتليتور وشفنا 7 كيسز اوف فاب. يبقى الفاب ريت عباره عن ايه؟ 7 على 100 بيشنت يبقى 7%. لو قلنا 7% في 6 شهور دي اسمها كوميوليتيف انسيدنس. طب امال الانسيدنس دينستي نقوله ازاي؟ نشوف كل واحد من المية دولا قعد كام يوم في الاي سي يو. هنفترض ان المتوسط كل واحد قعد 5 ايام، يبقى 100 × 5 = 500. يبقى انا عندي 500 يوم اوف هوسبيتاليزيشن او اي سي يو هوسبيتاليزيشن، سوري اي سي يو ادميشن او اي سي يو ستاي. يبقى انا عندي 100 بيشنت كل واحد قعد 5 ايام، فبقوا 500 يوم من الاي سي يو ستاي. أقسم السبعة فاب على 500 ventilator days أو ICU stay days on ventilator، ويبقى ده اسمه incidence density أو incidence rate. يبقى incidence rate في time factor، ما بقسم على الشخص فقط، لا بقسم على الشخص وفترة وجوده في الاستدي. هنا في السيرفيلانس بنسميها patient days أو device days. فال cumulative incidence المقام عبارة عن number of patients، لكن المقام في ال incidence density وال incidence rate أو هو ال incidence rate اللي هو person time patient days patient years. المهم يكون في time factor. ولو أنتوا عاوزين تعرفوا ال incidence density في الحياة، يعني لما بنيجي نقول لك مثلا سرعة السيارة كم؟ تقول لي 60 كيلو بير أور. هو بير أور ديت بلان في بير أور فيها تايم فاكتور، تبقى ده ريت، يبقى دي سرعة، يبقى معدل السرعة أو الريت بتاع السرعة. فالإنسيدنس دينستي أو الإنسيدنس ريت هتلاقي المقام دايما في تايم فاكتور. لكن في الحالتين الإنسيدنس عبارة عن نيو كيسز، بينما البريفلنس كل الكيسز سواء كانت نيو أور أول. ده مثال توضيحي للإنسيدنس والبريفلنس. هنفترض أن دولا 5 بيشنتس موجودين في ستادي، والستادي دي مدتها 3 سنوات، السنة الأولى، السنة الثانية، السنة الثالثة، وعندنا 5 بيشنتس وبنشوف الفولو أب تايم. البيشنت الأول دخل الستادي بعد السنة الأولى وقعد 2 سنين وما قالوا شيء. البيشنت الثاني دخل الستادي من أولها، والسنة الثانية دايد. الشخص الثالث دخل الستادي من أولها وبعد 1 سنة withdraw the study. الشخص الرابع دخل الستادي من أولها لآخرها وما حصل له شيء أو didn't detect anything. الشخص الخامس دخل الستادي في السنة الثانية وطلع في آخر الستادي وبرضه ما في شيء. يبقى لو قلنا how many في المورتاليتي، أو هنعمل مورتاليتي بقى، هنقول how many patient died out of the 5. أجبوا يا جماعة، how many patient died out of the 5 patients؟ 1 اللي هو رقم 2. طيب how many patients in the study؟ 5. احنا قايلين لكم الأول خالص 5. فلو احنا عاوزين نشوف الستادي بيريود 3 سنوات، عدد البيشنتس 5. طيب عدد السنوات الفولو اب، يعني في الاستادي ديت الستاف بتاع الاستادي عملوا فولو اب كم سنة للبيشنتس؟ ممكن حد يجاوب على السؤال ده؟ اللي هو year of follow up، years of follow up، how many years of follow up؟ 10 years. 10 years. ايوه اللي قال 10 صحيح. ليه؟ لانه
زي ما شفتين سنتين، سنتين على أربعة، سنة خمسة، ثلاث سنوات ثمانية، سنتين بقوا عشرة، يبقى في 10 years of follow up. يبقى مع أن الستادي لمدتها ثلاث سنوات لكن كان فيها 10 years of follow up، كان فيها 5 patients، يبقى الأفريج بتاع الفولو أب فور إيفري بيشنت إز 10 على 5 يعطي 2، اللي هو 10 سنوات على 5 بيشنت يعطي سنتين فولو أب، يبقى الأفريج سنتين فولو أب. طيب لو عاوزين نعمل الكوميلاتيف إنسيدنس، الكوميلاتيف إنسيدنس نقسم كام على كام؟ اعتبر إن ده الديزيز، ده الديزيز، نقسم كام على كام؟ كوميلاتيف إنسيدنس واحد على خمسة. أيوة، واحد قالوا الديزيز out of five patients يبقى واحد على خمسة، واحد على خمسة يعطي 20%، يبقى الموربيديتي ريت، الانسيدنس ريت، الكوميلاتيف انسيدنس اسمه 20%، يبقى الكوميلاتيف انسيدنس. ولاحظوا لما زميلنا قال واحد على خمسة هو قسم النيو كيسز اللي هي البيشنت رقم اثنين، قسموا على عدد البيشنتس اللي هما خمسة بيشنت، ما له علاقة الآن بالفولو أب تايم، هو له علاقة بعدد البيشنتس. فقسم بيشنت جالوا الديزيز على 5 بيشنتس دخلوا الستادي بقى 20%. طب بالنسبة للإنسيدنس ريت أو الإنسيدنس تنستي نقسم كام على كام؟ واحد على 10. برافو عليكم. أهو أنت طالما قلت واحد على 10 يبقى أنتوا فاهمين الإكزامبل كله. الأولانية كان واحد على خمسة، واحد بيشنت من أصل خمسة. الثانية واحد بيشنت جاله الديزيز على أصل 10 سنوات من الفولو أب. أهو كل السيرفيلنس قائم على مثال الإنسيدنس ريت أو الإنسيدنس دينستي. إحنا ما بنحسب الكلابسي ريت والكاوتي ريت والفاب ريت والدياليسيز إيفنتس، كلهم بنحسبهم بطريقة الإنسيدنس دينستي أو الإنسيدنس ريت. المقام عندنا ما هو number of patients، لا number of patient stay اللي بنسميهم patient days، device days، patient month، وهكذا. فديت اسمهم incidence rate. يبقى كل surveillance تقريبا بتاع device associated عبارة عن incidence density. عارفين مين اللي incidence cumulative incidence؟ الـ SSI اللي هو ايه؟ عدد الحالات اللي جالها infection على عدد السيرجري. هي عدد السيرجري هي تقريبا عدد البيشنت، يعني على أساس إن كل بيشنت بيعمل سيرجري، فعدد عدد الانفكشن على عدد البيشنت. فالمثال بتاع الكوميولاتيف انسيدنس اللي هو السيرجيكال سايت انفكشن، والمثال بتاع الانسيدنس دينستي كل الديفايس اسوشيتد سواء كانت فاب، في اي اي، كلابسي، كاوتي، دياليسيس ايفنتس، كلهم انسيدنس دينستي. بينما سيرجيكال سايت انفكشن از كوميولاتيف انسيدنس. بس لو لاحظنا نلاقي كل اللي احنا بنعمله incidence. طيب في أمثلة prevalence في الانفكشن كنترول؟ كان anybody، أولا prevalence يعني all the new cases صح؟ في هل في prevalence في الانفكشن كنترول؟ ال MDRO ممكن تعتبر prevalence، ما ببقى عارف هي نيولي ستارتد الا اذا عملت بعض يعني بعض البارامترز الثانيه. معظم الاحيان ما ببقى عارف هي نيو ولا اول. الكومبلاينس تبع البندل ده يعتبر بريفالنس، ما هو انسيدنس، لا ما في حاجه اسمها نيو في الـ في الـ في الكومبلاينس. فاذا اختصارا للكلام احنا عندنا في الانفكشن كنترول both prevalence and incidence، بس معظم الحاجات incidence. مثال للincidence cumulative incidence اللي هو surgical site infection، ومثال للincidence rate device associated infection زي الكلابسي، كاوتي، فاب، VAE، dialysis events. ودي امثلة هيت زي ما وضحنا لكم، اللي هو دي كلها امثلة للincidence density وامثلة الـ cumulative incidence زي الـ SSI. لاحظتوا ان في عندنا حاجة اسمها utilization اللي هو central line utilization، ventilator utilization، urinary catheter utilization. ودي بنقسم الـ patient device days على الـ patient days، device days على الـ patient days.
دي بتبقى ريشيو، فدي لهي انسيدنس ولهي كوميلاتيف انسيدنس ولهي انسيدنس دينستي، فده نوع مختص كده اسمه ريشيو، ما هو موضوعنا الان يعني. طيب هل في فاكتورز تزود البريفالنس والانسيدنس؟ خليني اقول السؤال بطريقه تانية، لو قالوا لك انه الديزيز الفلاني البريفالنس بتاعته قلت، تفرح ولا تزعل؟ انت كفيزيشن يعني كبابليك هيلث بروفيشنال ولا انفكشن كنترول بروفيشنال، بيقولوا لك كانفكشن كنترول بروفيشنال انه الانفكشن الفلاني قل العدد بتاعه، البريفالنس، انا اقصد البريفالنس ما هو العدد، البريفالنس قلت، هل دي معلومة جيدة ولا معلومة مريبة؟ اي حد قال بده ديسكشن يعني، ما هي ما هو تست هو. هلو، معلومة جيدة، معلومة طيب تقدر تقول لي جيدة لا جيدة؟ جيدة، قال جيدة ليه يعني؟ لما نقول البريفالنس قلت، في أخوة أكتر من واحد قال جيدة، أعتقد إن هو قصده يقول إنه ما نعمل البريفالنس التي number of cases يبقى number of infection L، فده نجاح للإنفكشن كنترول. بس كمان وارد انتو البريفالنس ممكن حد يقول لي يا جماعه بريفالنس اسم ايه عليه؟ فور سيفنج تايم، انا هاجب انا نعم الجزئيه الاخيره ما سمعناها كويس. طيب ماشي. الأخت أبرار أصلاً بتتواصل معايا. ألو، عليكم السلام. طب إيه الحل؟ طيب أنا مش عارف، أنا عموماً ربنا يسهل يعني، أنا النت بقى دي. طيب حاضر ماشي. طيب ماشي. طيب اي هوب انه السلام عليكم، سامعيني يا شباب؟ واضح. طيب واضح. طيب السؤال الان انه البريفالنس عباره بنقسم ايه على ايه؟ حد يقدر يقول لي؟ بنقسم النمبر اوف كيسز على البوبوليشن ات ريسك. طيب البريفالنس تقل نتيجه ايه؟ نتيجة حاجة من الاثنين، انه النيوموريتور يقل، عدد الحالات يقل، وعشان كده تبقى جيدة. لكن ممكن كمان يقل نتيجة انه البوبيليشن ات ريسك يزيد. ازاي؟ يعني لو احنا قدمنا خدمة طبية كافية ممكن البريفالنس يزيد. ولو قل بعض الأحيان، طبعا انت قلت انه بريفالنس يقل دي حاجة جيدة وده حقيقة، لكن ممكن في بعض الأحيان البريفالنس لما يقل يبقى حاجة مريبة وخطيرة. ليه؟ لأن لو فرضنا انه أنا الآن عندي outbreak والnumber of cases قل، سواء هو صحيح مش بريفالنس يعني، بس ممكن نجيب لك مثال تاني out من الانفكشن بعيد عن الانفكشن، زي لو قلنا انه عدد الحالات بتاع الديابيتس زادت، البريفالنس بتاع الديابيتس زاد، على حسب كلامكم ده معناها شيء سيء صح؟ انتوا قلتوا لما البريفالنس يقل ده شيء جيد، طب لو البريفالنس زاد شيء سيء صح؟ بس هو في الحقيقه ممكن ما يكونش سيء، ممكن يكون نتيجه ان انت عملت مانجمنت للكيسز، فبدل ما كانت بتداي ايرلي بتداي ليت. يعني ايه؟ يعني زمان
كانوا الناس اللي عندهم ديابيتس بيعيشوا كم سنة ويتوفوا، فكان نسبة الديابيتس قليلة. حاليا كل الاستاتستكس تقول لك ان ديابيتس ايبيديميك، الديابيتس عالي، الريت اوف ديابيتس موجود في المملكة وفي دول الخليج من اعلى دول العالم. هو في الحقيقة انه ممكن يكون في زيادة في عدد الديابيتس، بس الزيادة الحقيقية انه الناس بتاخد الكير المطلوب، فبدل ما كانوا بيتوفوا عند 45 سنة وكده كانوا بيتوفوا على 60 و70 سنة وأكتر، فبيتعدوا أكتر فالبريفلنس بتزيد. فمش معنى أن البريفلنس زادت أنها حاجة غلط أو أنها قلت أنها حاجة غلط، لا، أنت لازم سواء اتقلك زيادة أو نقصان لازم تفهم الزيادة دي سببها إيه. ف أنا كاتب لكم هنا أسباب الزيادة وأسباب النقصان بتاع البريفلنس، فأنت تشوف prolongation of life with care يزود البريفلنس، زي المثال بتاع الديابيتس، لما بعالجوا الناس بتوع الديابيتس الناس بتفضل عايشة فترة طويلة فالبريفلنس يزيد. فإذا دي حاجة جيدة، يعني ممكن البريفلنس يزيد وتبقى جيدة. أو increase in the incidence، دي زيادة لكن سيئة لأنه الديزيز الانسيدنس بيزيد، new cases بتزيد، فnew cases بتزيد دي شيء سيء. immigration of ill cases and migration of healthy people، دي أسباب قليلة، ولكن لو أنت بيجي لك مثلا على سبيل المثال التي بي والإتش آي في، التي بي مشهور جدا في جنوب شرق آسيا أو شرق آسيا عموما، فأنتوا عندكم هنا في السعودية في عمالة من شرق آسيا، فممكن يكون سبب أساسي من وجود التي بي في السعودية أو استمراره أو عدم نقصانه، سبب أساسي من وجود التي بي في السعودية أو عدم نقصانه إنه هو وجود immigrant ممكن يكون عندهم التي بي أو ليتن تي بي أو ممكن ليتر أون يحصل لهم تي بي. فإذا البريفلنس له أسباب كثيرة اللي هو زيادة البريفلنس. طيب نقص البريفلنس ممكن النقص يكون علامة جيدة أو علامة سيئة. ليه؟ لأنه النقص لو ممكن يكون جيدة إنه الكيور ريت قل، الكيور ريت زاد، فالعدد الحالات قل فالبريفلنس قل. ممكن يكون حاجة سيئة انه الديث ريت على، يعني انت عندك البريفلنس في بعض الديزيزز ان الديث ريت فيها عالي تلاقي قليل. ليه؟ لان معظم الكيسز داي فيو دونت هاف ا لوت اوف كيسز، فديكريز انسيدنس دي شيء جيد، immigration of healthy people شيء جيد، migration of ill cases شيء جيد. اذا decrease the prevalence تقريبا فيما عدا اللي هو increase death rate كلهم جيدين فيما عدا increase death rate. يبقى the prevalence decrease بصفة عامة هو جيد، لكن في بعض الأحيان لو death rate بيزيد ده ممكن برضو يقلل the prevalence ويبقى شيء غير جيد. هل واضح الوقت؟ ايه السلايد دي؟ السلايد دي بتقول لنا ايه؟ السلايد دي بتقول لنا انه ما تحكم على شيء انه هو شيء جيد او غير جيد الا اذا عرفت السبب، لان ممكن تعرف السبب يتوقع انت كانفكشن كنترول، والله الانفكشن عندنا قليل جدا، وانت ممكن يكون الانفكشن قليل نتيجه ما بتعملش سيرفيلانس كافي، ونتيجه ان البيشنت عندك بيليف الهوسبيتال، او نتيجه ان البيشنت عندك داي ايرلي. فمش بالضرورة انك تقول الانفكشن ريت قليل عندي معناها ان النيو انفكشنز قليلة. هل الجزئية دي واضحة يا جماعة؟ It's very critical يعني. واضحة؟ واضحة واضحة. تمام تمام. طيب factors affecting the incidence increase the risk، يعني more people exposed increase infection. طبعا ده زي موضوع الكوفيد مثلا، احنا ما كان اصلا عندنا كوفيد، فالانكريز الانسيدنس كل ما people exposed الانفكشن يزيد. الفيرولنس لما ظهرت الدلتا كانت very virulent عن الالفا فيرجن، فالناس كلها جالها كوفيد تاني. failure of prevention programs دي صعب ان انا اتحكم فيها قوي، يعني مع انه الاميونيزيشن ممكن، لكن failure of prevention programs دي خطأي بقى، ان انا ما عملتش prevention programs كافية فعشان كده الانسيدنس بيزيد. لو انا ما عملتش تطعيم للاطفال في السنتين الاولانيين ممكن الانفكشن يزيد، لو ما عملتش تطعيم للموظفين الصحيين اول ما يتعينوا ممكن اي exposure يجيب لهم infection وهكذا. فده failure of prevention program ممكن يزود الانسيدنس.
طيب امتى الفاكتورز اللي تقلل الانسيدنس؟ لما الديزيز ريسك يقل، ودي في الغالب الانسيدنس يقل، في الغالب ده سكسس. ليه؟ fewer people exposed decrease infection virulence. دي مش في ايدينا، دي من عند ربنا، decrease infection virulence زي ما حصل في السارز 2002، الفيرولنس suddenly drop فالديزيز انتهى. success in prevention program، بعمل immunization كفاية، بعمل hand hygiene في الهوسبيتال، بعمل segregation of patients، بحط البيشنت isolated حسب precautions، سواء كان droplet precaution ولا airborne precaution and so on. فبعمل الكلام ده يقوم الانسيدنس يقل، اللي هو incidence of infection يقل، وهذا شيء جيد. هو عموما الانسيدنس لما يقل هو شيء جيد، لا جدال على ذلك، بس هل هو جيد نتيجة ان انت عملت prevention program، ولا جيد نتيجة ان الفيرولنس بتاعت الأورجانيزم نفسها قلت؟ يعني فالمثال التوضيحي ده جايز يفهمكم شوية. هنعتبر انه البارل ده عبارة عن بارل برميل فيه سائل لونه أصفر. السائل ده الارتفاع السائل هو البريفلنس. يبقى البريفلنس لما اجي اقول لك البريفلنس كام، تقوم انت تقيس السائل ده كام. فوجود السائل في البرميل اعتبره هو البريفلنس. طيب انت هتستخدم ميتر علشان تقدر تعرف ارتفاع السائل كام، تمام، اللي هو تحدد البريفلنس. طيب ايه اللي يزود البريفلنس؟ ان الانسيدنس يزيد، او يجي لك بيبول يشتغلوا عندك، او ريفيوجي، او ايميجريشن اوف سيك بيبول. طيب وامتى البريفلنس يقل؟ لو انت عالجت الحالات، او الحالات نفسها دايت، او عندك اوت ميجريشن اوف سيك بيبول، فالبريفلنس يقل. طيب يبقى اذا البريفلنس والانسيدنس هما شيئين متداخلين. البريفلنس هو حاصل ضرب كل هذه العوامل، الانسيدنس والاميجريشن والاوت ميجريشن والكيور والديث. البريفلنس هو حاصل كل هذه المعلومات، وليس فقط معلومه واحده. لو البريفلنس عباره عن حاصل ضرب الانسيدنس في الديوريشن، لو الديوريشن از شورت هيبقى الانسيدنس، يعني لو الديوريشن دي صفر مثلا، زي او الديوريشن قليله مثلا فيو دايز فيو مانث، زي مثلا حصل في الكوفيد. انت سمعت عن الكوفيد؟ حد كان بيتكلم البريفلنس اوف كوفيد والانسيدنس كوفيد؟ لا، على ريت اوف كوفيد على طول. هلو سامعيني؟ البريفلنس عباره عن حاصل ضرب الانسيدنس في الديوريشن. طيب لو الديوريشن قليله زي ما حصل في الكوفيد، يبقى كل البريفلنس انسيدنس. يعني ما في اصلا معنى لكلمه بريفلنس. ولذلك في الكوفيد، اول ما ظهر الكوفيد، عمرنا ما قلنا حد عنده كرونيك كوفيد، صح؟ في الاول يعني. فاذا كل الحالات كانت انسيدنس، والانسيدنس هو البريفلنس. ما في حد بيفرق ما بين الانسيدنس والبريفلنس في الكوفيد. فلو الديوريشن از شورت، لو بقى ده زيرو، يبقى البريفلنس يساوي الانسيدنس. طب لو الديوريشن از فيري لونج، البريفلنس اكيد اكتر من الانسيدنس. فلو احنا عندنا اكزامبل اهوت كومباوند في 200 بوبوليشن ايتش جيت كولد انفلونزا مثلا او كولد توايس ا يير، ايتش كولد لاست فور 3 دايز. طيب البريفلنس عباره عن الانسيدنس في الديوريشن. البريفلنس عباره عن 201 في مرتين فلو، يبقى 400 مره فلو. كل ما عبارة عن 3.3 in 1000 أو حاجة زي كده، with cold bear 200 people at any point of time. هو عمل 200 people بس مجرد إنه عدد السكان يعني، لكن هي المفروض لما نيجي نحسب أي prevalence نحسبها بير 1000 أو بير 100,000 whatever، بس رقم يكون مقفول، الرقم بالأصفار يعني 100,000 or 100,000 something like that. في ناس بيقولوا الصوت تقطع، فنعيدها تاني. عندنا بنقول تاني compound في 200 بيت.
في الديوريشن اللي هي 3 دايز، ما هو برضو موضوع الصوت ده variable، ما هو مش من عندي أنا فقط يعني. في الو اسمعك الان دكتور. بريفلنس عباره عن انسر ديوريشن، ده مثال. طيب ماشي، البريفلنس بنعيد تاني، البريفلنس سوي الانسرنس في الديوريشن، وده اكزامبل. جينا نحسب البريفلنس، جبنا عدد الحالات اللي هو 200 people twice a year، وقسمنا ده على الأيام في السنة اللي هي 3 أيام على عدد الأيام في السنة، يطلع at any given point. لو أنا عاوز أحسب عدد الناس at any point في الكومباوند اللي عندهم اسمه إنفلونزا، هتلاقي 3.3، لما تضرب دولا في بعض هيطلع 3.3 per 200 people في الكومباوند. طيب المورتاليتي، المورتاليتي عبارة عن النمبر اوف ديث على التوتال بوبيليشن، وخلي بالكم هنا ما قلناش بوبيليشن ات ريسك. ليه؟ لان كل الناس، كل الطبقات، كل الاعمار عندهم probability of death، صح؟ فيبقى المورتاليتي عبارة عن النمبر اوف ديث على النمبر اوف بوبيليشن. طب لو قسمنا النمبر اوف ديث from a certain disease على النمبر اوف disease people اسمهم case fatality. case fatality ازاي؟ يعني النمبر اوف ديث الاولانيه المورتاليتي ريت، النمبر اوف ديث ديو تو كوفيد على النمبر اوف بيبل ان ذا كونتري. يعني مثلا لو قلنا عندنا في الديث في الكوفيد 100 بيشنت دايد فروم كوفيد، وعندنا في المدينه دي مليون واحد، يبقى 100 على مليون هو ده المورتاليتي ريت. لكن لو قسمنا ال 100 ديث من الكوفيد على ال 1000 بيشنت اللي عندهم كوفيد فقط وليس البوبوليشن كله بتاع المدينه، باسم كيس فاتاليتي. للأسف ناس كتير قوي بيلخبطوا ما بين المورتاليتي والكيس فاتاليتي، أو بيستخدموا الترمز سينونيموسلي في البيبرز والديسكشنز، لكن في فرق بين الكيس فاتاليتي، المقام هو الديزيز بيشنتس، وفي المورتاليتي المقام هو التوتال بوبوليشن. فلازم تفهموا الفرق ما بين المورتاليتي والكيس فاتاليتي. في حاجة اسمها بروبورشنال مورتاليتي، اللي هو لو خلينا المقام هو البيبول اللي died from all causes، حطينا فوق البيبول اللي died from a given cause. يعني لو عاوز اعرف الانفكشن يساوي كام من الديثز في السعودية، لو نجيب الناس اللي died from infection على كل الناس اللي died في السعودية، يطلع ان 10% من الديث في السعودية سببه infection. أو نجيب الناس اللي دايت نتيجة كانسر على كل الناس اللي دايت في السعودية، نقول يعني 30% من الديثس في السعودية نتيجة كانسر. فإذا دي اسمها بروبورشنال مورتاليتي. أي حد عنده تساؤل قبل ما نروح للنكست سكشن؟ أي تساؤل؟ الو اهلين دكتور. ايوه نكمل ولا في حد عاوز اي تساؤل؟ كلمنا الانسيدنس والبريفالنس والمورتاليتي. شكله ما في، نتوكل على الله. على الاسوشيشن، الميجرز اوف اسوشيشن دولن، في طبعا ميجرز كتيره، منهم الابسوليوت ريسك، ريليتيف ريسك، والريسك ديف.
association يعني ايه بينهم بعض؟ association يعني هل الاكسبوجر ده يزود الديزيز او هل الاكسبوجر ده يقلل الديزيز؟ في الحالتين ده اسمه association. look at this يعني طبعا ده graphic يعني تفضلوا. yes صوتي قطع عندنا مرة. دكتور أيمن أيوة تفضلوا ماشي حاضر هعيدها تاني. أيوة. حاضر طيب الميجرز اوف اسوشيشن نعيدها تاني. يعني ايه ميجرز اوف اسوشيشن؟ يعني عاوزين نشوف statistical measure test علشان نقول ان الريسك فاكتور ده is associated with the disease or associated with no disease يعني protective. associated with the disease يعني risk factor for the disease. associated with no disease يعني protective factor for the disease. ازاي نقدر نحسب القصة دي؟ بنستخدم الـ incidence rate العادي اللي احنا شرحناه من شوية بس ده متشهير قوي. الشهير اللي هو relative risk وال risk difference. relative risk من نوعين اللي هو relative risk يعني relative risk في منه نوعين. في نوع بيسموه relative risk أو risk ratio أو rate ratio هي كلها نفس الاسم نفس الحاجة يعني odds ratio. يبقى relative risk و odds ratio وال risk difference. ففي عندنا كذا كذا measure عشان نشوف ال measures of association كل واحد بيستخدم في وقت معين و interpreted differently from each other. نبص على الجراف ده اللي هي الميجرز اوف اسوشيشن. لو بصينا كده على الجراف ده عندنا في الجراف ده دي كات سوري ما هيش ماوث اتس كات سو بوست تو بي تشينجد. في عندنا لايون وعندنا كات. اوكي طيب لو قلنا انه يعني ايه ريليتيف ريسك يعني نقول ان لو بصينا على الحجم نقول ان اللايون is 20 times heavier probably من الحجم كده ان اللايون 20 times heavier than الكات فده اسمه relative risk. The odds ratio the lion has 20 times odds to be higher than the cat. الريسك ديفرنس اللي هو انه بما ان اللايون 100 كيلو والكات is 5 كيلو يبقى الريسك ديفرنس ان هو تنقص ال 5 كيلوز من ال 100 يطلع 95 كيلو heavier. طبعا ده ما هوش احصاء ده فقط مثال عشان اوضح لك كلمة relative risk مقارنة ما بين الريسك في اللايون والكات. لو اعتبرنا ان الويت is a risk now فنقول ان اللايون is 20 times heavier ده اسمه relative risk. لكن من الشكل كده والحجم اللايون is probably 20 times أو have 20 times odds probability to be heavier دي اسمها odds ratio. طبعا الـ مع اني بحاول ابسطها الا انه هو موضوع مش بسيط لانه في اختلافات ما بين الـ relative risk والـ odds ratio والـ relative والـ risk difference. لو بصينا على الـ relative risk الـ relative risk عبارة عن الـ risk in the exposed على الـ risk in the non-exposed. يعني لو عندنا ناس على فنتيليتور وناس ما هو على فنتيليتور نشوف الـ incidence of VAB في الناس اللي على فنتيليتور ونسميه the risk in the exposed ونشوف الـ VAB في الناس اللي ما هو على فنتيليتور ونقول الـ pneumonia in cases without ventilator ونقسم الاثنين على بعض. الرقم اللي هيطلع كل ما يكون أعلى من واحد معناها إن الـ ventilator is a risk factor for pneumonia. طب لو واحد يبقى الفنتيليتور ليس لا ريسك فاكتور ولا بروتكتيف فاكتور للنيومونيا. طب لو اقل من واحد يبقى الفنتيليتور از بروتكتيف اجينست نيومونيا. طبعا في الحقيقه هيطلع انه الفنتيليتور از ريسك فاكتور فور نيومونيا. يبقى تاني للناس اللي ما سمعتش الريليتيف ريسك عباره عن الريشيو اوف ذا ريسك اوف ذا اكسبوزد to the risk of the non-exposed. يبقى الريسك في الاكسبوزد على الريسك في non-exposed. النيومونيا في الفنتيليتد اسمها ريسك في الاكسبوزد. النيومونيا في non-ventilated اسمها ريسك في non-exposed. البلود ستريم انفكشن او البكتيريميا
في اللي عندهم سنترال لاين اسمه ريسك ان ذا اكسبوزد. البلاد ستريم انفكشن الناس اللي من غير لاين اسمها ريسك ان ذا نون اكسبوزد. تقسم الاثنين على بعض وتشوف النسبه. طبعا دي محتاجه البروسبكتيف ستدي اللي هي الكوهورت ستدي والكيس كنترول ستدي، عشان كده استخدام الريليتيف ريسك قليل نسبيا في الابديميولوجي، لانه احنا ما كل يوم بنعمل كوهورت ستدي ولا راندومايز كلينيكال ترايل، صعب شويه فما هيش شهيره. اللي شهير هو الاودز ريشيو. الاودز ريشيو هي اللي شهيره. ليه؟ لان مش محتاجه كلينيكال ترايل، مش محتاجه كوهورت ستدي، يكفي انك تعمل كيس كنترول ستدي او كوهورت ستدي ممكن. فالكيس كنترول ستدي لما تيجي تعمل اودز ريشيو، اودز ذا كيس از اكسبوزد او واز اكسبوزد، يعني نشوف الناس اللي عندهم نيومونيا ونسالهم وير يو ان ذا فنتليتور، كم نسبه الناس اللي كان عندهم فنتليتور في اللي جالهم نيومونيا، كم نسبه الناس اللي ما كان عندهم فنتليتور في اللي ما جالهم نيومونيا، ونقسم الاثنين على بعض يطلع لنا الاودز ريشيو. ده الكلام ده في الكيس كنترول ستدي، لان احنا بادئين بنيومونيا ونونيومونيا كيسز وكنترول. بنسال الناس اللي عندهم نيومونيا كان كم واحد فيهم عنده فنتليتور على فنتليتور، والناس اللي ما عندهم نيومونيا كان كم واحد فيهم على فنتليتور، ونقسم الاثنين على بعض زي ما انتم شايفين. اودز ذا كيس واز اكسبوزد على الاودز، الكنترول اللي ما كان عنده نيومونيا واز اكسبوزد على فنتليتور، ونشوف الاجابه ايه. الرقم برضو اللي هيطلع هو اللي هيحدد الاسوشيشن كام. في الكوهورت ستدي نتيجه ان احنا بنبدا باكسبوزد ونون اكسبوزد ونعمل فولو اب للكيسز to develop the disease، فبنبدأ بأودز the exposed develop the disease على الأودز in non-exposed develop the disease. وفي الحالتين هيطلع لنا رقم. الرقم ده عاوزين بس الرقم ده لو أعلى من واحد معناها إنه ريسك فاكتور، أقل من واحد معناها إنه بروتكتيف فاكتور، واحد معناها ما في أسوشيشن خالص، ما في أسوشيشن ما بين الإكسبوجر والديزيز. طيب الأودز ريشيو إحنا قلنا هو الأكثر شهرة، الريلاتيف ريسك أقل شهرة، مش نتيجة إنه هو مش جيد، لا هو أفضل من الأودز ريشيو، ولكن مشكلته إنه محتاج كلينيكال ترايل أو كوهورت ستدي علشان تعمله. طيب هل الاثنين ممكن يبقوا زي بعض، يعني يعطي لك رقم متشابه؟ أيوة. إمتى؟ لو الديزيز ريت إز لو، يعني البريفلنس بتاع ده ريت إز قليلا نسبيا 5% 3% حاجة زي كده، والكيسز ريبريزنتيف الكيسز والكنترول ريبريزنتيف تو ذا بوبيليشن ستاديز، يبقى دي صعب إنك تتحكم فيها قوي، يعني إلا بالديزاين تمام في الستدي. يبقى اختصارا كل ما الديزيز ريت يبقى قليل الأودز ريشيو تبقى سيميلر أو للريلاتيف ريسك، كل ما الديزيز ريت يبقى عالي يبقى في فرق كبير ما بين الأودز ريشيو والريلاتيف ريسك. وقلنا الريلاتيف ريسك أو الأودز ريشيو لو أكتر من واحد معناها إنه الإكسبوجر إز ريسك فاكتور، لو يساوي واحد يعني ما في أي أسوشيشن ما بين الإكسبوجر والريسك فاكتور، أقل من واحد في نيجاتيف أسوشيشن عن إكسبوجر والريسك فاكتور، يعني الإكسبوجر prevent the risk of the disease أو reduce the risk of the disease. الattributable risk اللي هو أسهل نقولها كده، ده لو ده exposed وده disease اللي هو the incidence of the disease among exposed على ناقص the incidence of the disease in non-exposed، ده هيطلع الفرق ده. يبقى attributable risk عبارة عن الانسيدنس في الاكسبوزد ناقص الانسيدنس في النون اكسبوزد. الفرق ده هنقول انه attributed to this exposure، يبقى الفرق is attributed to the exposure rate. في عندنا يعني ده انا اعتقد ان ده زيادة شوية، مش المفروض ان احنا نعرف كل التفاصيل يعني، ولكن اللي عاوز يزيد شوية يعرف ان في حاجة اسمها attributable risk fraction اللي هو incidence في الاكسبوزد زي ده بالضبط، incidence في الاكسبوزد ناقص الانسيدنس في النون اكسبوزد، بس ترجع تقسمه على الانسيدنس في الاكسبوزد الاولانيه. اذا عملت كده هيطلع لك نسبه، ده اسمه attributable risk fraction of exposure. ممكن تعمله في الديزيز وممكن تعمله في البوبيليشن.
السلايد الأخيرة أعتقد اللي هو how epidemiology is used in infection control. يعني السؤال اللي المفروض تسألون نفسكم، ليه جايبين لنا دكتور يشرح لنا epidemiology أول يوم في الـ في الـ اللي بيقول الصوت تاني. السلايد الأخيرة بنقول فيها ايه التداخلات ما بين الابديميولوجي والانفكشن كنترول، اللي هو ايه سبب ان احنا حاطين لكم الابديميولوجي في اول يوم في الدورة بتاعت الهويس ديت. انه الابديميولوجي هو اساس الانفستيجيشن اوف ذا اوتبريك، الابديميولوجي هو اساس طريقة السيرفيلنس، سيرفيلنس ميثودز، اساس الكوزال كرايتيريا، اساس الانفكشن كنترول ستاديز اللي بنقدر نعرف فيها الريسك فاكتورز، الريسك بوبيليشن والبريفنتيف ميجرز. فالابديميولوجي يتداخل كثيرا مع الانفكشن كنترول زي ما انتم شايفين في كذا موقع، منهم الاوت بريك انفستيجيشن، السيرفيلنس، الكوزال ريليشن شيب والستاديز بانواعها اللي بتدور على الريسك فاكتورز او على الريسك بوبيليشن، ريسكي بوبيليشن او على البريفنتيف ميجرز. انا بالسلايد ديت يعتبر خلصت الليكتشر ومنتظر لو حد فيكم عنده اسئله نحاول نأجبها. طبعا المحاضره دي محتاج حد يقراها مرتين ثلاثه قبل ما يبقى حاسس ان هو يقدر يأجب الاسئله، لانهم هيعطيكوا اسئله في ويزس وكلام من ده، فانتوا لازم تبقوا فاهمين انتوا اخدتوا ايه، علشان محتاجين تاخدوا فيديو تاني تسالوا الان لو عندكم تساؤلات ممكن